أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان. والنهاردة بإذن الله هيكون عندنا lecture 2 وهي last lecture في الميتابوليزم. والنهاردة بإذن الله كده عندنا يعني محاضرة خفيفة ولطيفة في الميتابوليزم. يعني أحب في البداية إن أنا بس يعني أهنئكم وأهنئ نفسي بعيد تحرير سينا النهاردة. 36 سنة مضت على تحرير سينا، واللي ليها ذكرى عزيزة في قلبي ان افتكر اني كنت نائب في القصر العيني، وبمشاركه مع عدد من زملائي تطوعنا لمسانده يعني جيشنا العظيم في هذه المعركه كيعني قافله طبيه. وما زلت اذكر في اللحظه اللي عبر فيها الجيش وعند سمحوا لنا بالعبور من ورائهم، وسينا اللي كانت مختصبه عننا لاكثر من 6 سنوات، ان ازاي كلنا وبدون اتفاق مسبق ركعنا على الأرض وقبلناها ودموع الفرحة في أعيننا. فيوم الحقيقة في ذكريات 6 أكتوبر واللي انتهت ب 25 أبريل بتحرير سيناء شيء لا يمكن أن ينسى. فنتوكل على الله ونبتدئ lecture 2 في الميتابوليزم، وهي last lecture بإذن الله. زي ما بقول هي محاضرة يعني خفيفة وطريفة وجميلة. الأول عندنا اللي هناخد موضوع مهم جدا اللي هو الموضوع الأوبيستي اللي هو السمنة، زيادة الوزن، واللي قلت عنه قبل كده وقدمت مع تلميذة الأمس وزميلة اليوم أخصائية التغذية الدكتورة مهرة دميس مجموعة من الحلقات. الأوبيستي بتصيب 12% من الناس في العالم، وعليه هي المشكلة الصحية الأكبر، ولكن في نفس الوقت هي واحد من أهم أسباب الوفاة التي يمكن منعها. فأتمنى أن كل الناس تسمعني بإنصات في حديثنا النهاردة عن أوبيستي. والأوبيستي معناها excess of body fat. طب إزاي بنشخص الأوبيستي؟ الحقيقة الموضوع لا يحتاج لأجهزة ولا إلى شيء من هذا القبيل. هو very simple، إن أخصائي التغذية العلاجية بيحسب لك حاجة اسمها body mass index اللي هو دليل كتلة الجسم. وده بيتحسب إزاي يا ولاد؟ سهل أوي، تبقى عارف إن إحنا بنقسم ال body weight in kilograms وزنك بالكيلوغرامات على السكوير هايت على مربع طولك بالامتار. يعني الماس بتاعتك وزنك بالكيلوغرامز على السكوير هايت الميترز. وهدي مثال سهل جدا، انا هختار اعداد سهله. لو حضرتك وزنك 100 كيلوغرام، حلو، وطولك 2 متر، انا اخترت رقم بس عشان يبقى ما ندخلش متاهات حسابيه. يبقى البادي ماس اندكس بتاع حضرتك هنقسم 100 على مربع الطول بالمتر، يعني 2 to the power 2، يعني 100 على 4. ففي هذه الحالة هيبقى دليل كتلة الجسم 100 على 4 هتبقى 25. ده في هذه الحالة دليل كتلة الجسم اهي 100 على 4 تساوي 25. طيب دلوقتي انت امتى نعتبر انك انت وزنك مثالي؟ لو دليل كتلة الجسم كان بيقع في الرينج ما بين 18.5 إلى 25، ده النورمال، ده الأمثل للشخص. تحت 18.5 دي حاجة مش حلو، ده أندر ويت ويحتاج إلى علاج. طيب من 25 إلى 30 ده نسميه أوفر ويت، يعني وزن زائد، لكن لسه ما دخلناش موضوع السمنة. فوق 30 هنعتبرك سمنة،
يعني 25 ل30 ده اوفر ويت، طب فوق 30 ده اوبيستي. هنقسمها لثري كلاسز. دليل كتلة الجسم من 30 ل35 ده أخف نوع كلاس 1، من 35 ل40 ده كلاس 2، دليل كتلة الجسم فوق 40 ده يسموه موربيد أوبيستي وده كلاس 3. دي حاجة خطيرة جدا، ممكن يعني تنقص عمرك الافتراضي بأكثر من يعني حوالي 10 سنين أو 13 سنة في بعض الكتب. يبقى ده كيف نشخص الأوبيستي. يبقى بحاجة اسمها البادي ماس اندكس، اللي هي الويت ان كيلو جرامز اوفر دي سكوير هايت ان ميترز. وخدنا المثال، انت نورمال ما بين 18.5 و25، طب فوق 25 ل30 انت اوفر ويت، طب فوق 30 انت اوبيس. 30 ل35 كلاس 1، 35 ل40 كلاس 2، فوق 40 كلاس 3. يوجد نوعان من الاوبيستي في الدنيا، في الابل وفي البير اللي هو التفاحه والكمتريه. المقصود بالتفاحه ليها يعني ان يبقى السمنه في البطن، يعني بمعنى اخر واحد عنده كرش. انما في البير اللي هي الكمثرى اللي هي الأرداف اللي هو المنطقة الجانبية في الفخدين. الأبل أوبيستي دي خطيرة جدا. ليه بقى؟ إن يبقى فيه كرش، لأن دي بتعكس الدهون الفيسرال فات. ولا تنسى ولا تنسى إن الهارت يعتبر فيسرا، الهارت إذا فيسكس حشو. ف أسوأ الأنواع هو الأبل أوبيستي اللي هو إن الواحد يبقى عنده كرش، لأن دي بيبقى على طول كورليتد لأمراض القلب بصورة ضخمة جدا. أخف منها اللي هي البير اللي هي الكمثرة اللي هي السمنة في الأرداف. طيب ده كيف نشخص الأوبيستي. تقل النقطة الثانية الكوجس أوبيستي. ليه الواحد يبقى تخين؟ ذلك يعزى لسببين. ما هو انت في الاوبيستي لو نفكر بهدوء شديد، دي عباره عن بوزيتيف انرجي بالانس، يعني حضرتك بتاخد طاقه، بتاخد سعرات اكثر مما تستهلك. يبقى الطالب ذكي لازم يبقى فيه، يوجد نوعان اساسيان للاوبيستي، يا إما الاستهلاك قليل يعني decreased physical activity خلاص، أو اللي باخد كتير increased energy input. يبقى الأوبيستي حاجة باتنين، يا decreased physical activity أو increased energy input. ليه بقى decreased physical activity هتؤدي إلى أوبيستي؟ أنت فاهم، لو أنت ما عملش رياضة. عشان كده العالم كله النهاردة مهتم بالرياضة، لأن واحد ما بيعملش رياضة ما بيمشيش، هيقل الماس اوف ماسلز وهيزيد الفات ستورز. ده أول سبب في السببين الرئيسيين للسمنة اللي هو lack of exercise. عشان كده يا أولاد انسى النهاردة محاضرة ميتابوليزم، خد الحتة دي لنفسك، احرص على انك تعمل فيزيكال اكتيفيتي. وهقول بعد شوية ازاي، وقلتها في حلقات تلفزيونية كثيرة وهبقى اعرض عدد منها على صفحتي في الفيسبوك. ان نقص الفيزيكال اكتيفيتي هيقلل الماس اوف ماسلز وهيزود الفات ستورز. طب تاني سبب بقى زياده الانرجي انبوت، ان حضرتك بتاخد سعرات اكثر مما ينبغي. لاني بقولها وهقولها دائما ابدا، كل 9.3 سعر زياده في الانتيك عن الكونسومشن على الاستهلاك هتتحول لواحد جرام فات اوتوماتيكلي، لان جرام الفات فيه 9.3 كالوريز. وايا كان دي بقولها وضوح، وايا كان مصدر الكالوريز دي، واخدها في صوره كربوهيدرات، في صوره فات، في صوره بروتينز، اي 9.3 كالوريز زياده عن حاجات الجسم هيتحول لجرام فات، فما فيهاش هزار. طيب لماذا ناكل كثيرا؟
ده هيعزى الى الاسباب الستة الاتية هحاول اقولهم لك بطريقة لطيفة تحفظها منها. اول اتنين حاجات نيرفس. abnormal behavior of feeding. خلاص؟ احد الاسباب اللي هو due to psychological or social factors. نمسك psychological factors. معروف ان الديبريشن الاكتئاب لصيق الصلة بالأوبيستي. يعني ده هما الاثنين يتسبب في احدهما للاخر. يعني ما تبقى عندك ديبريشن يجي لك أوبيستي، وما يبقى عندك أوبيستي يجي لك ديبريشن. في تلازم. نص حالات الأوبيستي بيبقى عندهم ديبريشن، ونصف حالات الديبريشن بيبقى عندهم أوبيستي. إذن في سايكولوجيكال فاكتورز تانية بس دي مش هتكتبها حضرتك، اللي هي زي قلت البنج إيتينج، إنك تاكل كميات كتيرة في فترة قصيرة وتتكرر مرتين في الأسبوع، فجأة كده يجي لك نهم غير مفهوم مش قادر توقف نفسك، ده يسموه بنج إيتينج. في بوليميا نورفوزا اللي هو تاكل كتير بس تتنبه إنك كلت كتير فتحاول التخلص من الكميات دي، سواء بالبيرج يعني تتقيئها او تعمل اكسرسايز زياده او تاخد مسهلات. يبقى لخبطه الاوبيستي دي بيبقى فيه لخبطه في السايكولوجي. وربما سوشيال فاكتور. معروف ان الناس في حالات الاسترس بتطلع همها في الاكل. ده يكاد يكون من اهم اسباب الاوبيستي. يعني اوعى تنسى حكايه ابنورمال بيهيفير فيدي دي، مهمه جدا. وطبعا في عادات غذائيه سيئه للاسره، انك انت مطلق الحريه في انك تاكل ما تشاء، وانك تزلط فما تعملش ستيميليشن للاورال ريسبتورز اللي هتخليك تشبع بقدر قليل. الكلام ده مش مظبوط. طيب نيجي تاني حاجه نيرفس برضو، هايبوثالاميك ابنورماليز. احنا قلنا الابيستات منظم الشهيه، خلاص، بيبقى موجود في الهايبوثالامس. ففي ناس عندهم higher set point of epistat. يعني ده حاجة ممكن تبقى يعني خلقته كده. انه هقولها لك بطريقة لطيفة. يعني ساعات انت عشان لا تدين احد، don't judge others. انك واحد تقول الراجل ده بيأكل ومش قادر يمسك نفسه. هو عنده الضبطة بتاعت الأبيستات أعلى من حضرتك. يعني هو عشان يحس بنفس كم الشبع اللي انت بتحس بيه محتاج يأكل أكتر. أشبهها تشبيه طفولي، زي التلاجة لما تحط الثيرموستات بتاعها على درجة أوطى يبقى لازم تشتغل فترة أكتر عشان تصل للتبريد المرجو. فبعض الناس عندها هايبوثالاميك أبنورماليتي. الست بوينت على الابستات، ضبطت الابستات اتهاير ليفل، عشان يشبع لازم ياكل اكتر. يبقى دول اول تو فاكتورز نيرفس، اي وبي. طب اخد اي واف اندوكراينال. فاكر قلنا في مرضين في الاندوكراين بيخلوا الواحد يزيد وزنه، الميكسيديما اللي هو الهايبوثايروديزم بيبقى عندهم انكريز بودي ويت. الكوشينج سيندروم حتى لو كنت فاكرها بيبقى توزيع الفات خطأ. لما قلنا اللي بيبقى عنده المون فيس والبافلو بادي بيبقى وشه مدور كمثل القمر استدارة مش جمالا، وبافلو بادي اللي هي ترانكال اوبيستي، وبينما الاطراف والارداف رفيعين. خدناها في الكوشي. دول مرضين مهمين جدا في الاندوكراين يعملوا اوبيستي، هايبوثايروديزم وهايبر هايبر كورتيسيزم في الكوشينج سيندروم. طب حاجة تانية اندوكراينا، decrease sensitivity of feeding center to inhibitory leptin signal. مش قلنا ساعات السنسيتيفيتي للليبتين قليلة زي ما قلنا في المحاضرة بالأمس. الليبتين ده أهم هرمون يخليك ما تاكلش، ما عندكش sensitivity ليه. في decrease sensitivity of feeding center to inhibitory leptin signal. يبقى دول، والليبتين ده يعتبر هرمون، احنا قلنا ده نيوروبيبتايد هرمون بيطلع من الاديبوسايتس اتكلمنا عليه. يبقى دول حاجتين اندوكراين. طب فاضل اتنين، يعني ناخدهم جينيتك وريليتد للسكس. جينيتك فاكتورز فاميليا. معروف ان الاوبيستي رانز ان فاميليز، يعني في عائلات تحب تاكل كتير.
يبقى ده جينيتيك فاكتور في الفاميلي، هم عندهم استعداد للتخمه. في السكس الفيميلز عندهم استعداد للسمنه اكتر من الميلز، سبيشال عندهم ديكريز في المسل ماس. يبقى دلوقتي الست هتحفظوهم ازاي يا اولاد، لان ده موضوع لوبيستي مهم جدا. ان اتنين نيرفس، البيهيفير اب نورمال بتاع الفيدنج، او نيرفس حاجه في الهايبوثالامس السيت بوينت اتاير ليفل. يبقى اتنين نيرفس اهو، البيهيفير والهايبوثالامس، واتنين اندوكراينال. يا اما خدنا تو اندوكراينال ديزيزز اللي هم الهايبوثايرويديزم اكسديما والهايبركورتيزم كوشينج، وخدنا او في عدم حساسيه للفيدنج سنتر للليبتين. وبعدين بقى اتنين جينيتيك في فاكتورز فاميليا، والفيميل عموما اكتر من الميلز. طيب نيجي الكومبليكيشنز اوبيستي، يعني بماذا يضار الانسان بيبقى عنده اوبيستي؟ في لا يعني كم الكومبليكيشنز يحتاج الى محاضرات بشرحها، لكن انا هختار اهم سبعه. كارديوفاسكولار سيستم، الاوبيستي بتعمل هايبرتنشن. تخيل كل كيلو بيزود السيستوليك بريشر 4 مليمتر مربع تقريبا، كل كيلو زياده في وزن الجسم مش هزار يعني. والهايبرتنشن ده السايلنت كيلر. الاوبيستي بتبوظ الفات بروفايل بتاع حضرتك، بيبقى الكوليسترول بتاعك والترايجليسترايدز مش متظبطه، فيحصل لك اثيروسكليروزس بكل توابعها، يجي لك كورونري هارت ديزيز، ستروك في دماغك وشلل اند سو اون. فالكارديوفاسكولار سيستم مشكله حقيقيه. طب نمره 2، تايب 2 دايابيتس ميليتس. لما قلتها لكم في محاضرات الاندوكراين، الاوبيستي از ان اوبن دور فور دايابيتس ميليتس، باب مفتوح لمرض السكر، لان الاوبيستي بتخلي الانسجه ليس سنسيف تو انسولين، انكريزد انسولين ريزيستنس. يبقى ضغط وامراض القلب وسكر، ده في الاوبيستي. ثلاثة، نمسك الجهاز الهضمي، فاتي ليفر اللي هو الكبد الدهني، ودي حاجه خطيره، وجول بلادر ستونز حكيت لكم عنها في الـ في الـ في الدايجيشن. قلت لك مين العيال اللي يجيله جول بلادر ستونز؟ غالبا فيميل، كلهم بحرف الاف فيميل، ادي اول اف 40 عمرها 40 سنه، وبعدين فيرتايل يعني بتخلف كتير، وبعدين فاتي ادي رابع اف، وبعدين فلثي رمرامه، جول بلادر ستونز في الناس اللي هم اوبيس. ندخل بعد كده، تخيل واحد تخين، يبقى فيه ميكانيكال بريشر على الجوينتس بتاعته، فيجي لهم اوستيو ارثرايتس، خشونه في الركب وفي الظهر في اللور ليمز وفي الباك، وفلات فوت، يعني من كتر الثقل على الفوت يبقى فلات خلاص. وبعدين سايكولوجيكال ديبريشن، قلنا في علاقه وثيقه جدا بين اوبيستي وديبريشن. نص حالات الديبريشن بيبقوا اوبيس، ونص الاوبيس بيبقى عندهم ديبريشن. ريسبريشن، سليبنج سليب ابنيا مهمه جدا، وبكل توابعها السليب ابنيا دي كارثه، انه نفسه بيقف وهو نايم، دي بتعمل هايبرتنشن وتخلي طول اليوم مش مركز، وحاجه سخيفه جدا. وبعدين some types of cancers مقترنه بالاوبيستي. دول السبع complications المشهوره، في اكثر منهم في حاله الاوبيستي. انا فاكر في اول مره اديت محاضرات، كان طلب مني ادي محاضره على الميتابوليزم، فبعدين قلت يعني في اول مره كده هقول للناس، هكرههم يعني هقول لهم عيوب الاوبيستي، وفي ناس قاعده في المدرج اوبيس، فقلت حته طريفه هنقولها في مزاح. however الاوبيستي is not without advantages، يعني الاوبيستي وان كان لها سبعه complications رهاب، لكن في شويه مزايا. فبينما الاوبيستي باب مفتوح للسكر، فهي باب مغلق للسل. بدليل لما يبقى واحد عنده سل، يعني يقول لك انت مسلول، مسلول يعني رفيع، حتى بس جت كلمه مسلول يعني عنده سل، لان السل ما يجيش غير في رفاعي، فالاوبيستي كلوز دور للسل. دي واحده. نمره 2، السويسايدال اتمتس، محاولات الانتحار في الاوبيس اقل، لانه طبعا طلع همه في الاكل.
نمرة ثلاثة طبعا دمهم أخف، فاهم ليه؟ عشان هما يعني بدل ما الناس تري عليهم يحاولوا هما يبقوا لطاف مع الناس. ده definitely دي القصة. However obesity is not without advantage، بس طبعا ما تكتبش الكلام ده، ده كلام بنقوله المزاح كده عشان نسليكوا في المحاضرة الأخيرة في ال... طيب نيجي المانجمنت، عاوزين نعالج الأوبيستي. ده أكتر حتة بتيجي في سؤال الأوبيستي. هنعمل ثلاث حاجات كل واحدة فيها نقطتين نعكس. إذا كان الأوبيستي بتبقى positive energy balance يبقى نعمل إيه بقى يا أولاد؟ negative energy balance، بأن بالعكس نزود الـ energy expenditure يعني نعمل exercise ونقلل الـ energy intake. طيب انا هنا بقى عاوز اكتب كلام محترم احب اقوله لكم في الاكسرسايز يا اولاد، اسمعوني وقولوا لقرايبكم كلهم الحكايه دي للناس اللي بتحاول تخس. الاكسرسايز له مواصفات معينه، كل واحد فينا حضرتك وحضرتك والعبد الله لازم يعمل اكسرسايز على الاقل 150 دقيقه في الاسبوع على الاقل موزعه على 5 ايام، يعني ما ينفعش تاخدهم في يوم واحد، بمعدل 30 دقيقة لمدة 5 أيام ده أقل حاجة. لما تمشي لازم تمشي تهرول، مش ما تقولش أنا ماشي ده اكسرسايز، لازم هرولة خلاص. أو طبعا أحسن اللي هو يعني تجري أو حاجات من هذا القبيل. أديني قلتها 150 دقيقة في الأسبوع موزعين على الأقل على 5 أيام، يعني 5 أيام كل مرة 30 دقيقة. وتحاول ان الاكسرسايز يبقى شورت اوف فاتيج، يعني ما تعملهمش مره واحده بحيث تتعب. ليه؟ لان الفاتيج انكريسز الابيتايت، بيزود الابيتايت، فممكن ترجع هلكان تعوض كل الاكسرسايز في الاكل. ده الكلام المحترم اللي كتب في الاكسرسايز. 150 دقيقه 30 دقيقه في الاسبوع في اليوم لمده 5 ايام على الاقل في الاسبوع شورت اوف فاتيج. طب نيجي الاكل، طبعا نقلل الكوانتيتي اوف فود، دي حاجه يعني ما فيهاش يعني فصال. انما اهم من انك تقلل الكوانتيتي لازم كمان تتحكم في الكواليتي، يعني مش مهم كميه الاكل ونوع الاكل. قلنا ايه احلى حاجتين لازم تاكلهم حضرتك؟ بروتين، لانه عنده هاي سبيسيفيك دايناميك اكشن، يعني اقل اكل بتستفاد بيه السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاعه 30%، عشان كده الرجيم المحترم بيبقى بالحوم وان كان غالي. وتاكل سليلوز يعني وفايبرز، عشان دي مواد مالئه هتخليك تشبع تملى بطنك وفي نفس الوقت ما بتتهضمش. احنا ما بنهضمش السليلوز، ما عندناش انزيمات تهضم السليلوز، احنا مش قوارض زي الارانب والفئران. فالسليلوز ده تاكل سلطه. انا اقول لك حاجه معمول بيها في العالم كله دلوقتي اللي هو البران وهو بيتباع في السوبر ماركتس عندنا، ان بدل ما حضرتك تاكل سيريال الانواع المالوفه الشوكولاتات والحاجات اللطيفه دي اللي بالشوكليتس، ادخل هات بران وحطه في اللبن وكله كل يوم، ولازم تشرب وراه ميه، بينفش نفشه غريبه جدا يحسسك بالشبع طول اليوم بدون سعرات. ده احسن دلوقتي رجيم في العالم كله، ان بياخدوا بران ويشربوا وراه ميه. لو انت معكش فلوس تجيب البران ده لانه غالي، اشتري اللي هو العيش اللي هو بالردة ده الاسمر قوي خلاص من المخابز وتشرب وراه ميه. يبقى اهم حاجه في انك انت تقلل الكوانتيتي والكواليتي، بروتين زائد سيريلوز. طيب يبقى اول حاجه نيجاتيف انرجي بالانس، تزود الانرجي اكسبندتشر اكسرسايز وتقلل انرجي انتيك اللي هو الاكل. طب نيجي الدراجز، في نوعين من الاكل من الادويه، سنترال انوركسوجينيك. يعملوا ايه الانوركسوجينيك دول؟ يخلوك مش عاوز تاكل. ازاي؟ ان هم بيلور السيت اوف ابيستات، بيلور السيت بوينت اوف ابيستات في الهايبوثالامس او بريفرال. في ادويه بتمنع الفات دايجيشن اند ابزوربشن. عيب الاولانيه الانوركسوجينيك اللي هم بيلور السيت بوينت او ابيستات في الهايبوثالامس، ان ممكن تبقى ادكت للعقار ده، يعني مش ادك يعني بمعنى انك مخدرات، هتبقى ما تقدرش تستغنى عن العقار ودي حاجه مش لطيفه. عيب البريفرال ان لما بيمنعوا الفات دايجيشن ابزوربشن ان بيجي لك سام سورت اوف دارية، يعني ممكن حتى انا فاكر مره صديق كان بياخدها ورحنا اكلنا اكله بقى
يعني كباب زي الفل وكفت اسف يا رب كان فيها كميه فات جامد. من اول اما مقامل على الكرسي بص انا بقع زيت على البنطلون بتاعه ما هو ما امتصش الفات منظر كان مسخره لا انسان. طيب ثالث حاجه واخر حاجه سيرجيكال بروسيدجرز اللي هو نعمل عمليات ربط معده او تكميم معده يسموها او جاستيك باي باس او جاستيك باندينج او شفط دهون لايبوساكشن. يبقى علاج الاوبيستي اوعى تنسى 3 في 2 نمره 1 نيجاتيف انرجي بالانس فيها حاجتين تزود الاكسبندتشر اكسرسايز وتقلل انتيك وتعني بالكوانتيتي والكواليتي. كواليتي اللي هي بروتين وسيلولوز. الدراجز نوعان نمره 2 سنترال وبريفرال والسيرجيكال بروسيدجرز يا اما حاجات متعلقه بالمعده جاستيك باي باس وجاستيك باندنج او تشفط الدهون لايبوساكشن. ده كان الاوبيستي. تقل تاني حاجه في الفود اللي هي الانوركسيا. انوركسيا يعني فقدان الشهيه decreased food intake mainly due to decreased appetite. ما احنا هي انوركسيا يعني decreased appetite. طب الواحد ليه مش عاوز ياكل؟ بسبب ان عنده pain او نوزيا غثيان نفس الاكل مضايق زي الناس اللي بتاخد كيموثيرابي او دراجز كتير او سايكيك زي مرض. بس المرض ده نادر جدا وعلى فكرة ممكن يؤدي الى ده اللي هو انوركسيا نيرفوزا. انوركسيا يعني ما بياكلش بسبب نيرفوزا. وعلى فكره الناس دول بيبقى متهيألهم بيبقوا جلد على عظم اللي هو البادي ماس اندكس بتاعهم بيبقى تحت 18 ونص اللي قلناه وستيل ما بياكلش ظنا منه ان هو اوفر ويت. عشان كده سموها نيرفوزا يعني في لخبطه في دماغه عاوز يخس اكتر بينما هو اوريدي رفيع جدا هو جلد على عظم. ثالث مرض في الفود انتيك اللي هو الكاشاكسيا ميتابوليك ديس اوردرز. خلاص كاشاكسيا يعني هزال. انوركسيا يعني فقدان الشهيه اللي قبلها. كاشاكسيا هزال ده غالبا ميتابوليك ديس اوردرز بيزيد فيه الانرجي اكسبندتشر استخدام الطاقه وبالتالي بيؤدي الى ويت لوس. رابع واخر مرض اسمه انوركسيا كاشاكسيا سيندروم واسبابه كالاتي كانسر ويستنج سيندروم. معظم الناس اللي عندها كانسر بتخس يبقى اللي عاوزه تاكل انوركسيا وعندها هزال كاشيكسيا فيسموها انوركسيا كاشيكسيا سيندروم في معظم حالات الكانسر ويسموه كانسر ويستنج سيندروم. او ايدز مرض الايدز عارفينه اللي هو الاكوارد اميون ديفيشنسي سيندروم او حالات الالتهابات المزمنه كرونيك انفلاميشن. طب ايه التفسير؟ ان في الامراض دي بيحصل ريليس لانفلاماتوري سايتوكينز تيومر فاكتورز. زي ايه تيومر فاكتورز؟ او انترلوكين 6 او انترلوكين 1 بي او بروتيوليسيس انديوسينج فاكتور يعني فاكتور بيعمل تكسير. دول اسمهم انفلاماتوري سايتوكينز. مش ضروري تقولهم كلهم يعني قول واحد اتنين انترلوكين 6 انترلوكين 1 بي تيومر فاكتور. دول بيعملوا ايه بقى؟ بيأكتيفيت الميلانوكورتين سيستم في الهايبوثالامس. اظن لازم تبقوا حافظينه صم. ده اهم سيستم كان بيشتغل على الاركوت نيوكلياس انوركسوجينيك يخليك ما تاكلش. تبقى حافظ مين اهم واحد بقى اللي هو الالفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. بيشتغل على مين؟ على ميلانوكورتين ريسبتور 3 و4. اقولها تاني دي مهمه جدا. في الاركوت نيوكلياس كان مين اهم واحد بيشتغل عليها انوركسوجينيك يخليك ما تاكلش؟ الفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. يشتغل على انهي ريسبتور؟ ميلانوكورتين ريسبتور 3 و4. تحفظها مهمه جدا جدا. طيب ده امراض الاكل. ننتقل بقى لموضوع ستيل اظرف شويه وهو البادي تمبريتشر اند اتس ريجوليشن. حراره الانسان كام؟ كلنا لو سالت اي واحد في الشارع يقول لك 37 ديجري سنتيجريد. انتوا هتزيدوا عنها شويه انكم اطباء تقولوا بلس اور ماينس 0.6. مش معقول كل الناس بالظبط 37.
لو انت اقل من كده او اعلى من كده في حدود 0.6 فانت طبيعي. طيب نيجي، كنت بقول دائما ابدا حاجه رائعه هبكوا تعرفوها، كنت بقولها في مزاح، ايه الفرق بين الانسان والثلاجه اللي هو الفريج؟ في مزاح اكثر regarding temperature، ايه الفرق بين بني ادم دكتور لابس بلطو ابيض وجنبيه ثلاجه بيضاء؟ الفرق بينهم ايه؟ ان الثلاجه صناعه المخلوق بتظبط حراره الكور بس، حراره الداخل فقط، انما في الانسان اللي هو من صناعه الخالق بيظبط شيئين، بيظبط الكور ثابت عن 37 بلس اور ماينس 0.6، وبيظبط الشيل الغلاف الجلد ملوش علاقه بالكور، الكور ده 37، انما الشيل فكر من روائع الخلق والخالق ان لو الدنيا بردت الحراره انخفضت الجلد حتى انخفض عشان ما يبقاش فيه فرق حراره عشان ما يحصلش هيت لوس. طب ولو الدنيا حررت الجلد يسخن تلاقي لونه احمر وبقى سخن عشان يقرب من حراره الجو عشان ما يحصلش هيت جين. حتى طول عمري بقول يا ريت يا ريت صانعوا الثلاجات يستفادوا من النقطه دي، يبقى الكور حاجه والشيل تملي يحاكي حراره الجو، لو الجو برد ينزل معاه عشان ما يحصلش هيت لوس، الجو حرر يطلع معاه عشان ما يحصلش هيت جين. ادي الفرق بين دكتور لابس بلطو ابيض وتلاجة بيضاء ريجاردنج التمبرتشر عشان ما تنسوهاش. طيب يبقى مطلوب دلوقتي ان يبقى عندنا التايبس اوف ثيرموسيت، تقيس حراره الشيل الخارج وريسبتور تقيس حراره الكور الداخل. مين بيقيس حراره الشيل؟ قلناها مع السي ان اس، البريفرال سكين ثيرموريسبتورز، فاكر الكولد والهوت ريسبتور اللي موجوده في الجلد سموها بريفرال سكين ثيرموسيبت، وكانت بتطلع عن طريق فاكر التراكت اللي كان بيشيل التمبرتشر وتملي معاه البين، كان في اللاترال كولن البين والتمبرتشر. قلنا يا ولاد سوري على هذا الانقطاع، البين والتمبرتشر في اللاترال كولن عن طريق اللاترال سباينوثالاميك تراكت. طب فكر معايا اسمه لاترال سباينو ايه واللي بعدها ثلاميك، يعني طالع للثلمس، يبقى 100% هيعدي وهو طالع للثلمس على الهايبوثلمس، وهو طالع للثلمس هيعدي على الهايبوثلمس فيديها برانش، يبقى دي الهايبوثلمس اللي فيها الثيرموستات السنتر منظم الحراره بقى عندها معلومه عن الشيل او السكين تمبرتشر. جالها ازاي؟ برانش من اللاترال سباينو ثلاميك تراك، جالها برانش للهايبوثالامس. تمام؟ طيب نيجي بقى لل عاوزين نعرف حراره الكور. الهايبوثالامس بتعرف حراره الكور بطريقتين، في ديب ثيرمو ريسبتورز، ديب يعني في الانسجه العميقه جوه، موجوده في السباينال كورد اهي والفيسرا واراوند البيج فينز. يبقى الديب ثيرمو ريسبتورز موجوده في السباينال كورد والفيسرا واراوند ذا بيج فينز، دي بتقيس يعني بتختبر الكولد اكتر من الهوت، لان هنعرف بعد شويه ان الكولد اخطر. طيب ثالث ريسبتور او ثاني واحد في قياس الكور اللي هو السنترال ثيرمو ريسبتور، اللي هو النيرونز بتاعت البري اوبتيك اريا اوف انتيرور هايبوثالامس، تحفظها صم، هي دي السنترال ثيرمو ريسبتورز، وتعتبر في نفس الوقت هي الثيرموستات، احفظها بقى بري اوبتيك اريا اوف انتيرور هايبوثالامس. يبقى الهايبوثالامس بيجي لها معلومه عن الشيل عن طريق البريفرال سكين تمبرتشر، البريفرال سكين ثيرمو ريسبتورز، ومعلومتين عن ال كور اهي من الديب ثيرمو ريسبتورز اللي في السباينال كورد واراوند بيج فينز والفيسرا، ونفس السنترال كيمو ريسبتور اللي في الهايبوثالامس. خد بالك ما هو النيورونز دي في الهايبوثالامس
عشان تعيش عاوزة بلاد، جيلها بلاد، فهي بتقيس، شوف العظمة، حرارة الدم اللي جاي يغذيها، هو ده بيعكس حرارة الداخل، يعني نفس النيرون الدم اللي جاي يغذيها بتقيس حرارته، ده السنترال ثيرمو ريسبتورز. طيب قلنا عندنا بقى حاجتين، شيل سكين تمبريتشر بنقيسها بمين؟ بالبريفر ريسبتورز، ودي قلنا من عظمة الخلق والخالق انها تحاكي حرارة الجو، it follows الاتموسفيريك تمبريتشر، لو انخفضت تنخفض معاها عشان ما يحصلش هيت لوس، لو الجو سخن حراره الجلد تسخن عشان ما يحصلش الجين. طيب تبقى حافظ الصم بقى ان الشيل تمبريتشر، غلطه مشهوره اللي انتم بتغلطوها يا اولاد، انكم بتقولوا ان الشيل تمبريتشر بتبقى 37، لا الكور تمبريتشر هي 37، ادي حراره الشيل تمبريتشر، ال مش هحطها لك بس مظبوط كده، الهيد والتشست والابدومين سكين بيبقى حرارتهم 34 ديجري سنتيجريد، اما الهاند والفوت بيبقى حرارتها 28 ديجري سنتيجريد، يبقى دي 34 اللي هي في النص، عشان طبعا تحتيها الفيسرا واللي بتولد حراره، فعشان كده بتبقى 34، انما في البريفري هناك في الهاند والفود بتبقى 28. ممكن ناخد متوسط للشيل تمبريتشر يعني مجازا عشان تفتكروا سهل 30، وده اللي هنستخدمه في الشرح، يبقى بينما الكور تمبريتشر 37 الشيل تمبريتشر هنعتبرها 30. طيب بنقيسها ازاي بقى الشيل تمبريتشر؟ بيقول لك الاورال تمبريتشر لو حطيت الميزان الحراره بقك ده هيبقى 37، ده بيمثل الداخل. الاكزيلري تمبريتشر لو حطيت الثرمومتر تحت الابط هيبقى نص درجه اقل، لو حطيته في الشرج الريكتال تمبريتشر نص درجه اعلى، يبقى الاورال 37 الابط 36.5 الريكتال 37.5. طيب نيجي الكور او الديب تيشو تمبريتشر ريبريزنتد بمين بقى؟ بالريكتال تمبريتشر، يعني لو عاوز تجيب الكور تمبريتشر احسن حاجه بيقول لك هي الريكتال تمبريتشر. طيب مره جه سؤال الكور تمبريتشر بيبقى افكتد بايه؟ تعال نتفرج مع بعض 8 حاجات برضو حفظها بطريقه لطيفه، في سيركاديان فلكتويشن يعني ايقاع دوري، تموج يومي، الحراره بتاعت الانسان مش ثابته طوال اليوم، بتبقى نص درجة أقل بالليل وفي الايرلي مورنينج. طب بس في الايفنينج بقى وانت عمال تعمل نشاط طول اليوم حرارة ارتفعت بيبقى هايز في الايفنينج، يبقى الحرارة بتهبط وتعلو، بتهبط في الليل وفي الايرلي مورنينج وبتعلو في الايفنينج، يبقى ده اختلاف دوري يومي سيركاديان فلكتويشن. هاخد مع السيركاديان كونستيتيوشن، في اختلاف فردي زي ما في اختلاف يومي، في اختلاف فردي من فرد الى اخر، some adults have higher temperature، يبقى تحفظهمني مع بعض حتى الاتنين بحرف السي، سيركاديان فلكتويشن اند كونستيتيوشن. طيب ناخد اتنين مع تلاته، السكس والايتش، او اسف هيبقوا دلوقتي دول تلاته واربعه، السكس الميل درجه حرارته عموما اعلى من الفيميل، انت فاهم ليه؟ لان عنده ماسلز اكتر وفاتس اقل والماسل بتطلع حراره، انما الفيميل هناخد في الريبرودكشن في محاضره الفيميل باذن الله درجه حراره الفيميل مقارنه بنفسها بتبقى في الفيميل في الريبرودكتيف بيريود في فتره الاخصاب اللي فيها هرمونات بيبقى درجه حرارتها في النص الثاني من المينسترال سايكل اعلى نص درجه، حفظتها الاجابه بطريقه حلوه قوي، هاف ديجري ان ذا سكند هاف اوف المينسترال سايكل، هاف ان ذا سكند هاف، النص الثاني من السايكل بيسموه ايه؟ سيكريتوري فيز او بروجسترون فيز، ليه سموه بروجسترون فيز؟ لان فيه بروجسترون وهذا البروجسترون ثيرموجينيك بيولد الحراره، وهنعرف ليه
هشرحها وهتأمل في خلق الخالق ليه ربنا خلى البروجسترون ثيرموجينيك. يبقى تاني، عموما الولاد حرارتهم أعلى من البنات، بس البنت مقارنة بنفسها حرارتها بتزيد نص درجة في النص التاني، نص درجة في النص التاني من السايكل اللي هو اسمه بروجسترون فيز، لأن البروجسترون ثيرموجينيك. طيب نيجي الايج، التشايلد حرارته أعلى من الأدلت بنص درجة لسببين، لأنه أولا هو مور أكتف وجروينج بيمو، وفي نفس الوقت التشايلد الاريا بتاعته أكبر نسبيا من الأدلت لأن حجمه أصغر، فالاريا عنده أكبر، هيت لوس أكتر، فلازم يعوض يطلع حرارة كتير. ناخد بعد كده الاكسرسايز والايموشنز. الاكسرسايز قلنا فاكر في قصه محمد علي كلاي، ممكن ترفع درجه حراره الكور. درجه حراره محمد علي كلاي في اثناء المباراه ما لا يعلمه كثيرون توصل 40 ديجري سنتيجريد، والايموشنال اكسايتمنت بتزود التمبرتشر، يبقى خدناهم مع بعض. طب اخر 2 7 و 8 هايبرثايروديزم، تعلي الحراره نص درجه، وهايبوثايروديزم تنقصها نص درجة، لأن أهم هرمون بيأثر في الميتابوليزم هو الـ T3 والـ T4. يبقى ده سؤال لطيف قوي لاب بيجي، إيه الفاكتورز أفكتين كور تمبرتشر؟ 8 هقولهم بقى في عجالة وانت تعيدهم تاني. سيركاديان فلكتويشن، إيقاع دوري، وكونستيتيوشن واختلاف فردي. يبقى خدنا 1 مع 4، هدي 2 مع بعض، 6 مع الإيج مع بعض، وصلنا 4. الاكسرسايز مع الايموشنز الاثنين بيزودوا، وصلنا 6. وبعدين هايبرثايروديزم مع هايبوثايروديزم، يبقى كده 8. وطريقه لطيفه في الحفظ، بساعدك ازاي تورجنايز المعلومات عشان تتذكرها. طيب نيجي ريجوليشن اوف بادي تمبرتشر. مفروض عشان درجه حرارتك تبقى ثابته يبقى الهيت برودكشن ايكوالز الهيت لوس، اهي مكتوبه عندك، يبقى الهيت لوس ايكوالز الهيت برودكشن او الهيت جين. الهيت لوس بيعتمد على ايه؟ الهيت لوس ده بيحدث بالجلد، يبقى يعتمد على الهيت ترانسفير من الديب تيشو للجلد ثم من الجلد للخارج. هيت لوس باي ذا سكين. الرول اوف هايبوثالاموس، قلنا الانتيرو هايبوثالاموس فيها السنترال ثيرموريسبتورز. السنترال قلنا اللي هي موجوده فين؟ احنا لسه قايلينها يا اولاد، ان السنترال كيموريسبتورز اهي، اسف ثيرموريسبتور، السنترال اسف مش كيمو، السنترال ثيرموريسبتور موجوده في البري اوبتيك اريا في الانتيرو هايبوثالاموس. ده الثيرموستات. يبقى الثيرموستات وهو نفسه بيشتغل كسنترال ثيرموريسبتورز موجود في الانتيرو هايبوثالاموس في البري اوبتيك، تبقى عارفها كويس قوي. بينما البوستيرو هايبوثالاموس هي دي اللي بتنتجريت، يعني بتاخد حراره البريفرال ريسبتور اللي هو الشيل ريسبتورز والبري اوبتيك اريا. انا بحفظها بطريقه سهله عشان ما تنساش. يبقى انا عندي سنترال كيمو ريسبتورز وبريفرال كيمو ريسبتورز، الكيمو ايه انا اسف، سنترال ثيرموريسبتورز وبريفرال ثيرموريسبتور. البريفرال بتروح للبوستيرو هايبوثالاموس، يبقى البي مع البي اهو، البريفرال للبوستيرو هايبوثالاموس، اما السنترال ريسبتورز بتروح للانتيرو هايبوثالاموس. نيجي بقى لدره هذه المحاضره اللي هم السؤالين المهمين يا اولاد. الانتي رايز ميجرز ان هوت ويذر، يعني في الحر ايه الحاجات اللي بيعملها الجسم عشان يمنع ارتفاع حرارة الجسم مع حرارة الجو؟ ده سؤال. وهناخد سؤال تاني، الانتي دروب ميجر في الكولد ويذر، يعني في الهوت ويذر انا عاوز ايه؟ في الجو الحر عاوز حرارتي ما تعلاش مع الجو، يبقى في انتي رايز ميجرز. خلاص، في الكولد ويذر في انتي دروب ميجر، مش عاوز حرارتي تنخفض مع الجو. دول اهم سؤالين في هذه المحاضرة. فنيجي اول سؤال اللي هو الانتي رايز ميجرز ان هوت ويذر والميثودز اوف هيت لوس. تعال نشوف، نفكر اول تفكير اطفالي، يعني افرض جالنا السؤال في الحر
نعمل ايه؟ فكر. انا ما يعني لازم تجاوب، مفيش حاجه اسمها تسيب السؤال فاضي. في الحر اعمل ايه في الهيت جين واعمل ايه في الهيت لوس؟ لو جبت طفل في الحر مفروض اقلل الهيت جين وازود الهيت لوس، دي هتاخد عليها نمره مع انها تبدو بديهيه. ان انا في الحر في الهوت ويذر هقلل الجين وازود اللوس. هنشوف بقى ازاي بنقلل الجين. انت عارف قلت لك اهم واحده فيها بانك تخلي حراره الشل اللي هو الجلد خليه سخن. الجلد يعني الجو حرارته ارتفعت ترفع حراره الجلد انت كمان، فيبقى الجريدينت الفرق بين حراره الشل والجو قليل فما يحصلش الجين. دي اهم طريقه. طب ازاي هتسخن الجلد؟ توديله دم اكتر، يعني تعمل له فازو دايلتيشن. دي الموست امبورتنت، لو ما كتبتش دي تاخد صفر. يعني ازاي بنقلل هيت جين؟ بنعمل فازو دايلتيشن، كوتينيوس فازو دايلتيشن، ثم كوتينيوس فازو دايلتيشن، ثم كوتينيوس فازو دايلتيشن، ثم شويه كلام فارغ. يبقى اهم حاجه بنعمل فازو دايلتيشن. لدرجه تشوف بقى الجمل الجميله هنا، انك لما بتعمل فازو دايلتيشن للسكين بتزود الترانسفير اوف بلاد فروم ذا بادي تو ذا سكين، فالديفرنس لما الجلد يسخن يبقى حرارته زي الاتموسفير، يبقى مفيش ديفرنس، يبقى انت قللت التمبرتشر ديفرنس ما بينه وبين الاتموسفير فما يحصلش هيت جين، يبقى انت كده نقصت الهيت جين. تصور بيقول لك ان ذيس ميكانيزم لوحده سفيشنت كافي انه يظبط حراره الجسم في الثيرمو نيوترال زون. دي بس الثيرمو نيوترال زون اللي هو درجة الحرارة المعتدلة من 25-30. لو درجة حرارة الجو من 25-30 كفاية دي لوحدها، دي quite sufficient انها تظبط حرارة جسمك في الثيرمو نيوترال زون ما بين 25-30. وده سؤال مسكي مهم جدا. طيب ميكانيزم ازاي بتعمل فازولتيشن؟ افتكر كنا قلنا في الاوتونوميك سمباثاتيك سنتر موجود في البوستيرو هايبوثالامس. السمباثاتيك سنتر موجود في البوستيرو هايبوثالامس، فانت بتنهبت البوستيرو هايبوثالاميك سمباثاتيك سنتر. والسمباثاتيك ده اللي بيعمل فازو كونستكشن، ذات كوزز فازو كونستكشن. لما تعمله انهبيشن يحصل فازو دايلتيشن. وهقولها تاني للناس اللي ما حضروش معايا محاضرات سنه اولى، يا جماعه الباراسمباثاتيك ما بيتحكمش في الفيسل بتاع الجلد خالص، ملوش دعوه بالفيسل بتاع الجلد. ليه؟ لانه سمبلي there is no parasympathetic supply to the skin. البارا ما بيديش اساسا الجلد، مفيش بارا رايح للجلد. فالفازو دايليتيشن والفازو كونستكشن في الجلد باللعب في السمباثاتيك بس. مش تقول ان انا عشان اعمل فازو دايليتيشن اشغل البارا، دي غلطه تخليك تاخد بيك زيرو، تنهبت السمباثاتيك. ليه؟ لان مفيش بارا سمباثاتيك رايح للجلد. قلنا في ست حتت ما بيروحلهمش البارا، فاكر؟ ثلاثه بره، السكين والسكيتال ماسلز والابدومينال والثراسيك وول، وثلاثه جوه كانوا تحت بعض، الفنتريكل بتاع القلب تحتيه، السبلين تحتيه، الادرينال ميدال. ست حتت ما لهمش بارا، ليهم سمباثاتيك بس، واحده من اولهم السكين. يبقى لو حضرتك عاوز تعمل فازو دايلتيشن للسكين تعمله ازاي؟ مش عاوز اتعبط، تنهبت البوستيرو هايبوثالاميك سمباثاتيك سنتر اللي بيعمل كونستكشن فيحصل دايلتيشن. سؤال تاني مهم جدا في الام اس كيو، انا حافظهم سؤال، اسمعهم معايا. في التمبرتشر ريجوليشن، افتح ودانك. There is no role for parasympathetic whatsoever. Sympathetic ملوش أي للparasympathetic ملوش أي علاقة بالtemperature regulation. كله sympathetic. حتى السويتنج اللي هناخدها دلوقتي، السويتنج sympathetic cholinergic. Sympathetic بيطلع السالكولين. يبقى لو اخترت في التمبرتشر ريليشن في الام اس كيو اي حاجه متعلقه بالبارا زيرو. مش هقولها اوضح من ذلك. يبقى السؤالين قلتهم بره، ان ازاي عملنا دايلتيشن مش بالبارا، عملنا انهبيشن للبوستيرو هايبوثالاميك سمباثاتيك سنتر فحصل فازو دايلتيشن.
عملنا انيبيشن للبوستيرور هايبوثالاميك سيمباثاتيك سنتر ذات كوزز فازو كونستريكشن، حصل فازو كونستريكشن. دي اهم واحده، دي لوحدها كفايه لو انت حراره الجو في ما بين 25 30 يسموها الثيرمونيوترال زون، حراره معتدله، مش معتدلين حاجه غير دي نمره واحد. دي باقي كله بقول لك كلام شحاتين. اثنين، في الحر بيحصل انهبيشن للشيفرنج. طبعا شيفرنج ايه؟ عمره احنا نرتعش واحنا في الحر، ان مفيش رعشه. وانهبيشن للكيميكال ثيرموجينيسيس، الهرمونات اللي بتطلع الكيميائيه اللي بتطلع حراره، زي مثلا اشهرهم تي 3 وتي 4 زي الكاتيكولامينز، ما هو دول بيزودوا الميتابوليزم هيطلع حراره، بنعمل لهم انهبيشن في الهوت، دول يطلعوا في الكولد. كنا قلنا الكولد بيطلع الكاتيكولامينز والكولد يطلع التي 3 وتي 4، لكن ما يطلعش ابدا في الحر. نمرة ثلاثة، behavioral effects، الاثنين بحرف الايه، apathy يعني الناس مش عايزة تتحرك في الحر. ليه؟ لان اي حركة هتطلع حرارة. المصل لما بتشتغل 75% من الطاقة بتطلع في صورة هيت، واحنا اساسا عاوزين نقلل الهيت جين، فيحصل apathy، الواحد يتنح في الحر مش عايز يتحرك. ده normal behavioral effect. يقول لك روح المشوار ده في الحر، تقول لهم لا استنوا، ده محاره الجو تنكسر، ما اقدرش انزل في الحر ده. بيهيفير. وانوركسيا، مالكش نفس تاكل، فقدان الشهيه. ليه؟ لانك لو اكلت الفود بيستيميليت الميتابوليك ريت اللي هو السبيسيفيك دايناميك اكشن، يبقى تو افويد السبيسيفيك دايناميك اكشن، يبقى اباثي وانوركسيا. يبقى ازاي بنقلل هيت جين يا اولاد في الحر؟ بثلاث طرق، فازو دالتيشن اوف ذا سكين، ثم فازو دالتيشن اوف ذا سكين، ثم فازو دالتيشن اوف سكين، ودي لوحدها كافيه انها تظبط الحراره لوحدها من غير بقيه الموضوع في الثيرمو نيوترال زون من 25 30. وبتحصل ازاي الفازو دالتيشن؟ اقولها تاني، بالانهيبيشن اوف بوستيرو هايبوثالاميك سيمباثاتيك سنتر اللي بيعمل كونستريكشن. اوعى تجيب سيره البارا في التمبرتشر، ارميه البارا بره الموضوع خالص النهارده. وبعدين نمره اثنين، لا في شيفرنج ولا كيميكال ثيرموجينيسيس، اي حاجه تولد الحراره ما تعملهاش. والبيهيفيرال افكتس بنفس المعنى، اي حاجه تولد الحراره ماشي ما تمشيش، اباثي بتنع، اكل ما تاكلش انوركسي، اباثي وانوركسي. طيب نيجي نمره اثنين بقى، نزود هيت لوس ازاي؟ في طريقتين، يا نون ايفابوريتيف يعني من غير النتح او التبخر، يا اما ايفابوريتيف. يبقى سؤال الهوت ويذر بنتكلم عليه، بنقلل الهيت جين بثلاثه وبنزود الهيت لوس باثنين، ثلاثه اثنين، عشان هحفظها لك في كل بطريقه لطيفه برضه. هناك هيبقى اربعه ثلاثه، انما هنا ثلاثه واثنين. ازاي نزود الهيت لوس؟ الاول النون ايفابوريتيف دي تحصل امتى؟ فكر معانا، لو انت خليك ذكي، لو حضرتك اسخن من الجو، يعني لازم تبقى في هذه الحاله. ادي حضرتك الجو يبقى اقل من 30، واحنا قلنا ان الشيل مش عاوز عبط، الكور 37، لكن مين اللي ان كونتاكت مع الجو؟ اللي ان كونتاكت مع الجو مش الكور، الشيل اللي هو قلنا هنا 34 وفي الايدين والرجلين 28، قلت لك خد متوسط 30. فاعتبر انت حرارتك دي 30 خارجيه، لو الجو اقل من 30 يبقى انت اسخن من الجو، هتفقد الحراره بالنون ايفابوريتيف اللي هما الراديشن والكوندكشن والكونفكشن. وفهمتكم؟ كوندكشن يعني انا اسخن طبقه الهواء اللي جنبي، طب الطبقة الجنبية تسخن اللي بعدها تسخن اللي بعدها، ده يسموه كونفكشن، تيارات الحمل كونفكشن. ولازم يبقى فيه في الاثنين دول في فلويد او في اير وراديشن. الراديشن دي ما تحتاجش وجود ميديم، لان قلت لما جابوا جسم سخن وجسم بارد وحطوهم في ناقوس مفرغ من الهواء، لقوا ان السخن بيدي البارد، لو السخن الاحمر بيدي البارد اللي هو الازرق، مع ان مفيش وسط ما بينهم. ده اسمه راديشن، ده الكترو ماجنتيك ويفز، وده اهم واحده فيهم.
يعني مين اهم طريقه في النون ايفابوريتيف اللي ما تحصلش، خد بالك، الا لو انا اسخم الجو الاتموسفيريك تمبريتشر تحت 30 راديشن ثم راديشن ثم راديشن اللي هي الكترومغنتيك ويف ثم كوندكشن وكونفكشن. يبقى راديشن دي الموست امبورتنت، بس لازم يبقى الجو تحت 30. بص بقى معايا، الراديشن دي اللي هي الالكتروماجنتيك اللي هي انفراريد، للانفراريد هي اللي هي تأثير حراري، مش محتاجة وجود ميديم between objects not in contact، وما فيش ما بينهم لا هواء ولا فلويد. الكوندكشن هي الكينيتيك انرجي اوف موفينج موليكيولز بتوين اوبجكتس ان كونتاكت، انا بسخن الطبقه اللي لازقه فيا، يبقى طاقه طالعه من موليكيول، يعني موفينج موليكيولز من اوبجكتس ان كونتاكت. الكونفكشن اخر واحده اللي هي في الفلويد والجاسز بتوين تو ارياز ويز ديفرنت تمبرتشر، اللي هي تيارات الحمل. انسى الهكس ده، انت ما يقولك ازاي بنفقد هيت لوس، حتى ما تكتب في النظري النون ايفابوريتيف تكتب راديشن كوندكشن كونفكشن، اكتب لنا ان الراديشن هي الموست امبورتنت وهي دي الالكتروماجنتيك اللي هي الانفراريد، بس مش عاوزين غير كده. طيب نيجي اللي بعدها اللي هي الايفابوريتيف، التبخر. التبخر بطريقتين، تمام؟ دي the only method، الطريقة الوحيدة، لو الاتموسفيريك تمبريتشر أعلى من 30، يبقى في هذه الحالة افهم أنا حرارتي 30، لو درجة حرارة الجو أعلى من 30 يبقى مش هفقد أنا بالكوندكشن والكونفكشن راديشن، ده بالعكس ده الجو هيديني بالكوندكشن والكونفكشن راديشن. يبقى ده only way to lose heat، لو درجة حرارة الجو أعلى من 30 أسخن مني، مش هي conduction convection radiation، is sweating. sweating دي أهم واحدة. طبعا هناخد فيه البرسبريشن الأول، هو غير محسوس اللي طالع من الجلد، يعني بخر الماء غير محسوس، برسبريشن النتح يعني والرسبريشن. يبقى هنا يبقى الإيفابوريشن is the only method لما الاتموسفيريك تمبريتشر تبقى فوق 30، اللي هو يا اما انسنسبل بريسبريشن، نتح غير محسوس طالع من اللانجز والجلد، بنفقد فيه من 600 ل 700 بير داي مليليتر بير داي. وسويتنج اونلي اوبريتس اف ذا اكسترنال تمبريتشر از ابوف 30 برضه، بس يعني بيبتدي بقى العرق فوق 32 ل 34 هرمون، ده العرق. ولازم بقى هنا اهميه السؤال ده، لو ما شرحتش فيه السويتنج هتاخد صفر. اهم حاجه تشرح السويتنج، هتشرح السويتنج في كام نقطه مع شفت مصلحش النظام، ست نقط، كومبوزيشن والميكانيزم، كاني بشرح سلايفا. فاكر السلايفا كانت هايبوتونيك سوليوشن، فيها ليه هايبوتونيك؟ عشان فيها صوديوم كلورايد اقل من البلازما وفيها بوتاسيوم اكتر. ادام قلت هايبوتونيك يبقى الميكانيزم الموضوع لازم يبقى فيه الدوسترون. تعلمنا ان الالدوسترون هو اللي بيشيل الملح من السويت يرجعه الدم، فيبقى السويت فيه اقل صوديوم كلورايد ويحط عوضا عنه بوتاسيوم. يعني دي تجيب دي، قيس ليلى، قلت هايبوتونيك سواء في السلايفا او النهارده في السويت، يبقى 100% في الضغط بيشتغل الدوسترون، الالدوسترون بيشتغل تمام في الاخر، ديستال بارت اوف نيفرون، الضغط في السويت، الضغط في السلايفا، افتكر الدوسترون. ان في الاول بيحصل فلتريشن لمحلول ايزوتونيك ده في الاسيناي، ويجي الالدوسترون راجع رسمه السلايفا يشيل صوديوم كلورايد، فيبقى في صوديوم كلورايد اقل ويحط عوضا عنه بوتاسيوم. وقلنا ان اي سكريشن يا اولاد، اي سكريشن از ان اكتيف بروس، يبقى ده الكومبوزيشن والميكانيزم. طب نيجي السنتر، انا عاوز احفظ لك طريقه لطيفه، مراكز فقدان الحرارة موجودة في الانتيرو هايبوثالامس، الاكتساب في البوستيرو هايبوثالامس. فاكر واحنا بنتكلم على الفيدينج في الابيستات، كنت قلت لك الساتاتي في الميديال، الاس مع الام سم، الساتاتي في الميديال، الانجليزي على العربي، الساتاتي في الميديال، يبقى اللاترال هو اللي فيه الفيدينج،
يبقى بنقسمهم ميديال ولاترال. في الثيرموستات بقى مش الابستات، قدام وورا، الفقدان من الامام والاكتساب من الخلف. بقولها بطريقه بقى فيها مزاح لا يمكن تنساها، نظام صعيده ضرب على القفه. الاكتساب من الخلف، عارف الصعيده لما يقول له احمي لك جفاف طخ يروح رازع على قفاه يسخنه، يبقى الاكتساب من الخلف. الاكتساب من الخلف والفقدان من الامام كده. الطلبه بيقولوا لي في الامتحان بننسى المعلومات، لكن فاكرين قلتها ازاي. نظام صعيده الثيرموستات، الاكتساب من الخلف على القفه والفقدان من الامام. فيبقى السويتنج سنتر ده ايه؟ ده هيت لاس، يبقى موجود في الانتيرو هايبوثالامس. خلص. انما الشيفرنج سنتر هناخده بعد شويه، موجود في البوستيرو هايبوثالامس. اوعى تنسى. يبقى السنتر في الانتيرو هايبوثالامس. السنتر هحفظ معاه الانرفيشن. حب النظام قوي يا اولاد. قلت السنتر تقول معاه الانرفيشن. قلناها سيمباثاتيك بمليون جنيه الكلمه اللي جايه، كولينيرجيك. كنا قلنا السيمباثاتيك بيطلع السيركلين في حتتين، سويت جلانس اند بلاد فيسلز وسكيتال ماسلز. يبقى هنا سيمباثاتيك كولينيرجيك، وبالتالي بلوكد باي اتروبين. خدت اتروبين يوقف السويتنج، ده سؤال في الام اس كيو. يبقى نو هيت لوس، يبقى تسخن. في حاجه في الطب اسمها اتروبين فيفر، العيان اللي بياخد اتروبين ممكن يسخن لان مفيش سويتنج. يبقى حفظت الكومبوزيشن مع الميكانيزم. كونها هايبوتونيك يبقى لازم في الدوستروم في الميكانيزم يشتغل على الضغط يشيل الملح فيخليها هايبوتونيك ويحط بوتاسيوم. السنتر مع الانرفيشن متعلقين ببعض. السنتر فين؟ في الانتيرو هايبوثالامس، والانرفيشن سيمباثيتك كولينرجيك. الاماونت مع الكولينج افكت بتعرق قد ايه؟ حضرتك دلوقتي مش عرقان من زيرو، لكن ممكن تعرق اب تو 1 لتر، اللي جايه بقى مهمه جدا يا اولاد، بير اور مش بير داي، بير اور. مش كده قلت عمال المناجم لو اتقفل عليهم المنجم تخيل ممكن يعرقوا لتر في الساعه. ففي فيو اورز لو ما طلعناهمش او ما نزلناهمش ميه وملح يتوفاهم الله. فعشان كده بتبقى ناشونال كرايسيس، لو في منجم في اي دوله اتقفل بيصحوا البريزيدنت الرئيس عشان يسخر كل امكانيات الدوله للوصول للناس دي، لان الناس دي بتعرق لتر في الساعه هتموت ان فيو اورز. بتفتكروا الحكايات. وبيزيد طبعا بالفيزيكال اكتيفيتي. طب الكولينج افكت، يعني طبعا لما تعمل فيزيكال اكتيفيتي يزيد العرق. الكولينج افكت كل سنتي يتبخر ياخد معاه 6 و10 6 من 10 من الكالوري، مش كل سنتي سويت ايفابورايزد سويت. العرق اللي دريبل اللي وقع من عليك ملوش كولينج افكت، العرق اللي نشفته ملوش كولينج افكت. كل سنتي قول كلامي يجيب نمر ايفابورايزد سويت ياخد معاه 0.6. طب ايه اللي يزود الايفابورايزيشن؟ الاير كارنت. لو انا قعدت هوي كده اركع او مروح، لان بشيل الطبقه المشبعه ببخار الميه بالسويت واجيب طبقه ناشفه تقبل انها تبخر سويت. وايه اللي يقلل؟ ايه قال عن جو؟ الهيوميد، لانه اوريدي الجو مشبع بالبخار. قال عن جو في الدنيا هوت هيوميد في الام اس كيو، هوت هيوميد. طيب يبقى اهم حاجه في سؤال يعني الطالب يقول لي جالنا سؤال الانتي رايز في الاكسبوجر تو هوت، كتبت لهم فازودايليتيشن وسويتنج ونسيت اشرح السويتنج. هقول له تاخد صفر. يقول لي ليه؟ قلت له عشان رجل الشارع لو سالته في الحر بيحصل ايه يقول لك وشي بيحمر، فازودايليتيشن اللي هو قلنا اهم حاجه في انقاص الهيت جين، وبعرق. يبقى حضرتك كتبت زي رجل الشارع، كتبت بعرق وش احمر. لا، لازم تشرح السويتنج في الست نقط دول. هنا بقى في سؤال لو ما قلتوش يا اولاد في الام اس كيو بمليون جنيه. هيجي يقول لك درجة الحرارة بتاعت الجو، هيحدد لك درجة معينة ويقول لك أكتر طريقة بتفقد بيها، هل هي الراديشن ولا الكوندكشن ولا الكونفكشن
ولا السواتينج؟ انا بس بكتب السؤال معلش ان يكونش كامل عشان تشوف. ده سؤال مشهور عالميا اهو. لو درجة الحرارة اكتر من 30 يبقى بالعكس الجو اعلى منك. انت قلت انت حرارتك الشيل يهمنا الشيل من في جسمك في تلامس مع الجو مش الكور. انسى 37 دي خالص ما تلزمناش دي. انت الشيل بتاعك 30 فلو الجو درجة حرارته اعلى من 30 34 35 يبقى بالعكس الجو هيديك بالراديشن والكوندكشن والكونفكشن يبقى الاجابة الصحيحة سويتينج. طيب لو الجو اقل من 30 29 28 25 يبقى انت اسخن من الجو يبقى الإجابة ما تقوليش radiation conduction convection. أهم طريقة is radiation. يعني هقولها لك بطريقة تانية في هذا السؤال انسى conduction convection دول ما لهمش أي قيمة. conduction convection دول ما تقرهمش خالص. هتختار يا radiation يا sweating في السؤال MSQ ده. درجة حرارة الجو أعلى من 30 اوعى تفتكر reference point 37 اعلى من 30 يبقى الجو اسخن منك يبقى بالعكس الجو هيديك بالراديشن يبقى the only way to lose heat is sweating. لو اعلى من 30 لو الجو اقل من 30 يبقى الجو انت اسخن من الجو يبقى اهم طريقة to lose heat is radiation. I hope I'm clear and I'm always clear. تاني بقى اولاد هقول هذا السؤال مرة اخرى. لو جاني الانتي رايز السؤال بيجي بطريقتين ميجر او الهوت ويذر. يعني ممكن يجي مش كل الكلمه انتي رايز ميجر ان هوت ويذر ممكن يجي لك الهوت ويذر او يجي لك الانتي رايز ميكانيزم. انتي رايز دي في الهوت ويذر هتفكر تفكير طفولي الاول مفروض في الحر مفروض اقلل الهيت جين وازود هيت لوس اقلل هيت جين بثلاث طرق وازود هيت لوس بطريقتين. اقلل هيت جين اهم طريقه فيهم فازو دايليتيشن ثم فازو دايليتيشن ثم فازو دايليتيشن. ازاي؟ بانهبت البوستيرو هايبوثالاميك سمباثيتك سنتر اللي بيعمل فازو كونستريكشن فيحصل فازو دايليتيشن. دي اهم طريقه. طيب في حاجتين تانيين اللي هو مثلا بيهيفيرال افكتس في الحر الاثنين بالايه؟ لا عاوز اكل انوركسيا ولا عاوز اتحرك اباثي انوركسيا واباثي. ولما ثلاثه ان في الحر دي مش عاوز اقلل الهيت جين يبقى مفيش حاجه اسمها شيفرنج ولا يطلع الهرمونات اللي بتسخن. امنع الشيفرنج وامنع الكيميكال ثيرموجينيس يبقى دول الثلاثه. طب وازاي ازود هيت لوس؟ بطريقتين. الاول حاجه غير محسوسه اللي هي انسبريشن انسنسبل يعني مش حاسه انسنسبل بريسبريشن اللي هو بيحصل منين؟ بيحصل قلنا من السكين واللانجز وده قلنا بمعدل حوالي كنا قلناها يا اولاد حوالي كام سنتي؟ قلنا ب 600 الى 700 سنتي في اليوم 600 to 700. وبعدين الاهم بقى في السؤال هو السويتنج. أهم سؤال سويتنج. سويتنج ده تشرحه في كام نقطة؟ تشرحه في ستة نقاط خدتهم لك كل اتنين مع بعض عشان تفتكره. كومبوزيشن مع الميكانيزم. أدام هايبوتونيك يبقى لازم هيجي الألدوسترون يلعب في الآخر على الضغط يشيل صوديوم كلورايد أكتر ما يحط بوتاسيوم. السنتر مع الانرفيشن. السنتر قلنا هيت لوس الاكتساب من الخلف والفقدان من الأمام يبقى انتيرو هايبوثالاموس. والانرفيشن سمباثاتيك كولينيرجيك اهي يبقى انتيرو هايبوثالاموس سمباثاتيك كولينيرجيك. طب والاماونت قلنا من زيرو لتر اوعى تنسى اوعى تنسى بير اور مش بير داي ويزيد بالفيزيكال اكتيفيتي. كل سنتي ايفابوريتد للاوائل مش كل سنتي سويت يتبخر ياخد معاه 0.6 وبتكلم يزيد بايه؟ بالدراي اير كارنت مروحه بهوي ويقل لو الجو اوريدي مشبع بالميه باليوميتي. عشان كده قال عن جو لما اقول لك اختار قال عن جو في سؤال ام اس كيو ما تقراش السؤال. هوت هيوميد هوت
يبقى the only way to lose heat is sweating، لان الجو اسخن مني، واللي sweating ملوش قيمة لانه already مش هيتبخر لان الجو مشبع بالبخار humid. طيب نيجي للسؤال التاني بقى في درة، هما سؤالين درة هذه المحاضرة، الانتي دروب ميجرز ده في الكولد ويذر. هيجي لك انت يعني في الكولد مفروض انا الجسم بيسعى لايه في البرد؟ ان حراره الجسم ما تنخفضش ما تبردش زي الجو، يبقى انت دروب ميجر في الكولد ويذر. طيب تعال نفكر بهدوء برده يا اولاد، قلت لكم محاضره ما خفيف خالص. في البرد ده الهيت لوس وده الهيت جين، عاوز اعمل ايه في البرد؟ اقلل الهيت لوس ما افقدش حراره وازود الهيت جين، العكس تمام، اقلل هيت لوس وازود هيت جين. ايه اهم طريقه انت دلوقتي المفروض تستنتجها تقلل بيها هيت لوس؟ لما درجه حراره الجو تنخفض اخفض حراره الجسم، الشيل هو الان كونتاكت، بحيث ما يبقاش فيه فرق حراره فما افقدش. يبقى اعمل كوتينياس فازو. ايه بقى دلوقتي كوتينياس فازو؟ كونستريكشن. يبقى عشان كده حتى تلاقي وشك اصفر في البرد احمر في الحر، كلام من الحياه. يبقى دي اهم طريقه يا اولاد، ان انا اعمل فازو كونستريكشن اوف ذا سكين اهي. فبالعكس اقلل الترانسفير اوف بلاد فروم بودي تو سكين، وبالتالي يبقى الجلد بقى ساقع في البرد قريب من الجو، يعني اقلل التمبرتشر ديفرنس فما افقدش حراره. ازاي هنا بقى؟ بالعكس استيميليت البوستيرو هايبوثالاميك سمباثيتك سنتر عشان اعمل فازو كونستريكشن. يبقى نفس السنتر بس كان هناك بعمل له انهيبيشن عشان يحصل دايلتيشن، هنا بعمل له ستيميليشن للبوستيرو هايبوثالاميك سمباثيتك سنتر تو كوز فازو كونستريكشن. دي نمره واحد. طيب نمره اثنين، دي مش عندنا احنا بقى، بايلو اريكشن في اللور انيمالز، انتصاب الشعر. فاهم ليه؟ فكره انتصاب الشعر، الشعر ده لما ينتصب هياخد هيتراب هيحبس ما بينه هواء. ونيجي الغلطة بقى المشهورة، الهواء يا أولاد موصل ولا عازل الحرارة؟ الإجابة عازل للحرارة، إنسوليتو. عشان كده الدببة والحاجات دي بتعمل بايلو إريكشن رهيب، ياخد يتراب هواء والهواء إز إنسوليتو. وبقولها برضو في ميزة عشان ما تنساهاش، لو إن الهواء موصل كان الفيشة الكهرباء اللي ورايا تضرب كهرباء في قفاية الكهرباء دي. الهواء عازل 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 مش موصل، عمر ما كان الهواء موصل عازل. فيبقى ده البايلو اريكشن، بس ده مش عند حضرتك، الشعر ده في الانيمالز بس. هبقول وخد بالك مرة اخرى، ده برضو سيمباثاتيك وهقولها للمرة العشرين في محاضرة التمبرتشر ريجوليشن. الرول فور سيمباثاتيك 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 اند نو رول فور بارا سيمباثاتيك. اهو اقراها، سيمباثاتيك 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 سيمباثاتيك، جيب سيرة البارا تاخد صفر. نيجي نمرة ثلاثة، دي بفلوس بقى، كاونتر كارنت هيت اكشينجر. بيحصل ايه؟ لما انت عملت بازو كونستريكشن في الجلد خلاص الدم نزل تحت اهو، تعالى نعرف هو ليه ربنا خلى الفين يمشي مجاور للارتري. الدم جاي من الارتري اهو، من الهارت رايح للجلد وراجع في الفين من الجلد راجع للهارت. قول لي انت حضرتك عاوز تعمل ايه في البرد؟ انا عاوز الجلد يبقى ساقع عشان ما يبقاش في فرق بينه وبين حراره الجو، يبقى هما الاثنين ساقعين فما يحصلش هيت لوس. وفي نفس الوقت عاوز احتفظ بسخونه الكور، الكور يقعد سخن زي ما هو 37. شوف الروعه بقى، ده كاونتر كارنت، تيار متعاكس، لان الدم جاي من الارتي من الهارت للجلد وراجع في الفيم من الجلد للهارت، يبقى التيارين متعاكسان جنب بعض. الدم اللي جاي في الارتي من الهارت سخن، عارف ليه سخن؟ لان 75% من طاقه انقباض القلب بتطلع في صوره هيت، سخن الدم اللي خارج من الهار سخن. بينما الدم اللي راجع من الجلد في الفين، الجلد في ملامسه مع الجو السائع راجع سائع، يبقى الارتيريال بلاد سخن حرارته عاليه اهي بلس، والفينس بلاد حرارته واطيه.
وهما جنب بعض لازقين في بعض، يبقى الحرارة تنتقل من إلى من الهوت أرتيريال بلاد إلى كولد فينوس بلاد. فيبقى الأرتيريال بلاد قبل ما يروح الجلد فقد الحرارة، راح للجلد بارد، فذلك يحافظ على برودة الشل. والفينوس بلاد اللي راجع من الجلد للهارت خد الحرارة من الهارت من الأرتيريال بلاد فسخن، فرجع للهارت سخن، فذلك يحافظ على سخونة الكور. ايه الروعة دي؟ كاونتر كارنت هيت اتشينجر، يسموا ده كاونتر كارنت هيت اتشينجر. الهيت اوف ارتيريال بلاد از كوندكتد تو ذا ديب فينوس بلاد، فده يحافظ على سخونة الكور هاي كور تمبرتشر وبرودة الشل لو سكين تمبرتشر. سؤال شافه ولاد مهم قوي، يقول لك خدت الكلمة كاونتر كارنت دي كم مرة في الطب؟ ثلاث مرات، مرة في الكيدني كاونتر كارنت اتشينجر بتاع اللوب اوف هن بتاع الفازاريكت خلاص، واللوب اوف هن الاثنين مع بعض، في كاونتر كارنت اوزموتيك مالتيبلاير ده اللوب اوف هن، وكاونتر كارنت اتشينجر ده الفازاريكت، ادي مرتين في الكيدني، ومرة خدناها في الميل ريبروداكتيف سيستم الكاونتر كارنت في البامبينيفورم بلكسس اللي بيرجع التستيرون تاني للتسك، ومرة رابعة وأخيرة في الكولد ويذر في الميتابوليزم. ده للأوائل، لما أقول لك الكاونتر كارنت ميكانيزمز كم مرة خدته في الفسيولوجي؟ أربع مرات، في الكيدني مرتين، في اللوب اوف هينل كاونتر كارنت افتح ودنك أوزموتيك مالتيبلاير كان بيضاعف الضغط الاسموزي من 300 ملي اسمول عند السوبرفيشال لير انترستيشال فيود ذا كيدني ل 1200 في الديب ميدالري لير في الانترستيشال فيود ذا كيدني ملي اسمول. وخدنا في الفازاريكتا كاونتر كارنت اتشينجر، ثم خدناها في الميل ريبرودكتيف سيستم الكاونتر كارنت اللي بيحافظ على التستوستيرون، ثم خدناها في الكولد هنا في الميتابوليزم كاونتر كارنت هيت اتشينجر اللي هو الحرارة تنتقل من الأرتيريال بلاد اللي طالع من الهارت رايح للجلد إلى الفينوس بلاد اللي راجع من الجلد للهارت. فالأرتيريال بلاد يروح الجلد بعد ما فقد حرارته يروح سائع، فذلك يحافظ على برودة الجلد. والفينوس بلاد قبل ما يرجع الهارت ياخد الحرارة من الأرتي، فذلك يحافظ على سخونة الكور. نمرة 4 behavioral effects. انت في البرد بتعمل ايه؟ كلنا عارفين يا ولاد، كيرلينج اب، بنتكور كده، دي نتكور كده عشان نقلل السيرفس اريا عشان نقلل هيت لوس. وبعدين بوتينج اون هيفي كلوز، نحط ملابس اكثر، بوتينج اون هيفي كلوز، كلوز ده المفرد الجمعها يبقى كلوز، كانك بتقول كلوز ذا دور، بوتينج اون هيفي كلوز. كل طبقتين عملت زي الانيمال بقى، كل طبقتين لبس هياخدوا ما بينهم طبقه هواء. واحنا قلنا الهواء ايه بقى؟ ما كل طبقتين لبس هياخدوا هواء، الهواء التراب ده انسوليتور، بدل ما انت ما عندكش شعر تعمل له بايلو اريكشن عملتها في صوره لبس. دول الحاجات اللي بنقلل بيهم الهيت لوس. يبقى اهمهم نمره واحد تاني يا اولاد فازو كونستريكشن اوف ذا سكين، ثم فازو كونستريكشن اوف ذا سكين، ثم فازو كونستريكشن اوف سكين زي ما هناك كان فازو كونستريكشن مهم، وبايلو اريكشن دي في اللور انيمالز، وبرضه الاثنين سمباثيتك. ازاي عملنا فازو كونستريكشن؟ اهي ستيميليشن اوف بوستيرو هايبوثالاميك سمباثيتك سنتر اللي هيعمل فازو كونستريكشن، والبايلو اريكشن في اللور انيمالز بالسمباثيتك، والكاونتر كارنت هيت اتشينجر، وبيهيفيرال افكتس كيرلينج اوف ذا بودي and putting on heavy clothes. طيب نين نزود هيت جين؟ زود هيت جين ازاي بقى؟ بثلاث طرق. يبقى خد بالك سؤال الهوت كان 3-2، هنا 4-3 افتكروا، يعني تملي الديكريس فيها واحده زياده، هنا 4 وازاي بنزود هيت جين؟ 3، هناك كانوا 3-2 عشان تفتكر. زي نزود هيت جين؟ بنزود الثيرموجينسيس توليد الحرارة بثلاث طرق. أول طريقة نيرفس،
اللي هو hypothalamic stimulation of shivering، نترتعش في البرد كلنا بنرتعش. فين اهم كلمه هنا في الام اس كيو؟ انا حافظ الاسئله واحده واحده. ده مفيد في الاكيوت اكسبوجر كولد، يعني انا قاعد في اوضه دفا وطلعت الشارع ساقع، يبقى عاوز حاجه سريعه، حاجه نيرفس، النيرفس هو السريع، يبقى ده في الاكيوت اكسبوجر. كما عملنا في السويتنج هنعمل في الشيفرنج. ما عشقت مثل عشق النظام، اذا ما شرحتش الشيفرنج في الكولد هتاخد صفر. سنتر سؤال، شيفرنج ده بتاع هيت جين ولا هيت لوس؟ فكر انت. شيفرنج ده هيت جين، وانا قلت نظام صعيده الاكتساب من الخلف، فعشان كده ده البرايمري موتور سنتر اللي بيعمل شيفرنج، اللي بيعمل هيت جين، موجود في البوستيرور هايبوثالامس. هناك السويتنج كان في الانتيرو لانه هيت لوس. اوعى تنساه نظام صعيده الاكتساب من الخلف، الاكتساب من الخلف، يبقى الشيفرنج في البوستيرور هايبوثالامس، انما اللوس الفقدان من الامام، السويتنج في الانتيرو هايبوثالامس. تملي بقول مع السنتر. تاني حاجه تقول انرفيشن التراك، فهنا التراك اللي بيعمل شيفرنج مش البيراميدال تراك، دي مليون جنيه السؤال ده في الام اس كيو، اكسترا بيراميدال تراك مش بيراميد، ماشي في اللاترال كولوم اوف ذا سباينال كورد، رايح للانتيرو هورن سيلز. واحد يقول لي طب ما تحكي لنا قصه عشان نفتكر انها اكسترا بيراميدال مش بيراميد. العين اللي عنده هيموبليجيا شلل نصفي يا اولاد، خلاص شلل نصفي، بيبقى مقطوع عنده البيراميدال، يعني اراديا ما قدرش يحرك ايده، عنده شلل نصفي. لما العين المشلول ده يتعرض للبرد، سبحان الله، النصف المشلول اللي ما عندوش بيراميدال يشيفر، لان الشيفرينج اكسترا بيراميدال مش بيراميدال. شوف الروعة في الخلق الإلهي، ما زالت العين الإلهية تحرس النصف المشلول، إراديا هو مشلول ما يقدرش تقول له حركة، ما يعرفش، البيراميدال مقطوع، الشيفرينج بقى مش بيراميدال، اكسترا بيراميدال. والبروف ان الهيموبليجيك سايد شيفرز، بيرتعش، بيولد حراره عشان ما يموتش من هايبوثيرميا. ما زالت العين الالهيه تحرس النصف المشلول، شيء رائع. الهيموبليجيك سايد اللي ملوش بيراميدال بيشيفر، دي نوتنج انها اكسترا بيراميدال، كلام جميل. طيب انسى بقى الحكايه قصص. طيب انهيبيتد بايه؟ انهيبيتد بهيت سيجنالز من الانتيرو هايبوثالامس. ما احنا قلنا الانتيرو هايبوثالامس دي بتاعه هيت لوس، الشيفرنج ده هيت جين، يبقى امبلس بالانتيرو هايبوثالامس دي عكس البوستيرو تعمل لها انهيبيشن. طب واكسايتد بايه؟ الشيفرنج بيبقى اكسايتد بايه؟ فكر بيه لما تبرد، لما يجي كولد سيجنال فروم سكين اند سباينال كورد، يبقى ده انهيبيتد واكسايتد. طب نيجي الكاركتر، الاكيوت اكسبوجر تو كولد بيحصل مع الاكيوت اكسبوجر قلنا، لان ده حاجه سريعه. نون ريذميك سيجنالز، بيبعت نون ريذميك سيجنال. اكشولي في الشيفرنج اتس نوت اكشوال كونتراكشن، ات داز نوت كوز اكشوال كونتراكشن، انما هو زياده في التون اوف سكيليتال ماسل الاول ذا بادي، التون بيزيد كله، الواحد يقول لك نشفت من البرد وبعدين يرتعش. الاول يقول لك نشفت زاد التون اوف سكيليتال ماسل، وبعد كده الميكانيزم زياده التون اهي، زياده التون يا اولاد تو سيرتن بوينت ليدز تو شيفرنج. طب النقطه السابعه، الشيفرنج بلوك ذا باي كوراري، يبقى زي ما السويتنج هناك كان سؤال بيبلوك السويتنج، يبقى مفيش هيت لوس، فالحراره تعلى، اتروبين فيفر. هنا بالعكس الكولد الكوراري يشل العضلات الاراديه، يبقى مفيش شيفرنج، يبقى مفيش هيت جين، يبقى يعمل هايبوثيرميا. يبقى العيان اللي واخد كوراري ما يرتعش، مفيش عنده هيت جين. ولا تنسى ان الشيفرنج ده اولاد تفتكر بيزود ميتابوليك ريت كم مره؟ مرتين، ثلاثه، ثمان مرات، 800%. الشيفرنج بيزود الهيت برودكشن 800%. يبقى الشيفرنج لما يجي لك ضمن السؤال ده اهم حاجه، ده السويتنج في الهوت، الشيفرنج في الكولد،
هتتكلم على السويتنج كان في 6 نقط 2 2 2 هنا 7 نقط. السنتر قلت ده هيت جين الاكتساب من الخلف يبقى فيل بوستيرو هايبوثالامس. طب معاها الانرفيشن، طب اللي بعد السنتر انرفيشن التراكت اكسترا بيراميدال، دول اهم نقطتين. انهبيتد بايه؟ بهيت سيجنال. هيت سيجنال دي جايه منين؟ قلنا الاكتساب من الخلف، قلنا الاكتساب من الخلف والفقدان من الامام، يبقى هنا انهبيتد لا من الانتيرو، لان الانتيرو ده بتاع فقدان واحنا عاوزين نكتسب، واكسايتد بكولد سيجنالز. خلاص جايه من السكين والسبانال كورد. الكاركترز الاكيوت اكسبوجر هتعمل نون ريزميك سيجنالز، الشيفرنج مش ريزميك، ما لهوش ايقاع، ما هوش اكشوال كونتراكشن، التون بيزيد ولما التون بيزيد ويوصل لحد معين يعمل شيفرنج وبلوك ذا باي كوراني. طيب نيجي لل كيميكال او نون شيفرنج ثيرموجينيسيس. يا ولاد كيميكال او نون ثيرمال ثيرموجينيسيس ده امتى بقى نعمله؟ مش في الاكيوت اكسبوجر، في البرونجد اكسبوجر. يعني زي بحكي قصه، شخص هاجر لبلد برد زي الاسكندنافيان كونتريز مثلا او كندا، شمال كندا حتى هو اللي برد، ما ينفعش يروح هناك يقعد يرتعش لهم بالسنين. الشيفرنج ده في الاكيوت اكسبوجر، انما لو انا هاجرت بلد زي كده لازم ادور على حاجه ما هيش شيفرنج بقى، نون شيفرنج، مش هرتعش. يبقى كيميكال ثيرموجينيسيس ازاي؟ بص معايا، اول حاجه سمباثيتك ستيميليشن في برودكشن. شوف مره اخرى سمباثيتك اهو، لا مفيش بارا خالص، كنا قلناها في محاضره اللي فاتت في الميتابوليزم. انت عندك يوجد نوعان من الفات في جسمك، في يلو فات ده مهم فور انسوليشن، وفي براون فات ده برغم انه فات لكن ميتابوليكالي فيري اكتيف، حتى بيبقى سبلايد بسمباثيتك بيتا 3 ريسبتورز. البراون فات بحكي عنه حاجات لطيفه. البراون فات ده اكتر في الانفانت. ليه؟ لان الانفانت زي البطيخه الصغيره، يعني قشرها نسبه الى وزنها، الوزن ده اللي بينتج حراره، الشل القشره دي اللي بتفقد حراره. عيب البطيخه الصغيره ان القشر بالنسبه للوزن يعتبر كتير. زي ما اقول لك اشتري لنا بطيخه، الذكي يشتري بطيخه 6 كيلو مثلا، لكن لو رجعت لهم البيت ببطيختين كل واحده 3 كيلو، ما انت اشتريت لهم 6 كيلو بطيخ برضه هيضربوك. ليه؟ لان القشر كتير جدا بالنسبه للوزن. فعيب الانفانت انه الشيل السيرفس ايريا بتاعته كبيره بالنسبه للوزن، فالوزن اللي بيولد حراره قليل بالنسبه للشيل اللي بتفقد حراره. فربنا عوضه بقى ان في الانفانت موجود براون فات عكس الليلو فات اللي هو ميتابوليكال انرت، ده فيري اكتف. وحطه ربنا فين؟ شوف المكان ما بين التو سكابيولي ورا. حتى تملي اذنك انتوا بتفتكروا الحكايات كانه الكتريك بلانكت، بطانيه بالكهرباء، الكتريك كهرباء، بلانكت يعني بطانيه، حاططها ربنا على ظهره وعلى قفاه كده على الباك اوف ذا نيك مدفيه. ده بقى عن طريق السمباثيتك اللي بيطلع نور قديم، عن طريق البيتا 3 ريسبتور بيعمل في، قلنا انكابلنج بروتين. بيعمل ايه بقى الانكابلنج بروتين ده؟ بيخلي معظم الحراره تطلع في صوره حراره هيت، وكميه قليله في صوره ادينوزين ترايفوسفيت اللي هو انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يبقى هذا البراون فات علمنا عنه اول معلومه انه في الانفنت، فين؟ مغطي ظهره والباك اوف ذا نيك ما بين التو سكابيولي انتر سكابيولار ريجن الكتريك بلانكت، وانه سبلايد بيتا 3. ثالث معلومه، وبعدين رابع معلومه انه بيعمل انكابلنج اوكسيديتيف فوسفوريليشن، طلع هيت وما يختزنوش في صوره اي تي بي. فين اكتر؟ في الانفنت البراون فات. قال الا يدل هذا على انه وراء الخلق خالق قوه عاقله نسميها الله، من حيث انها في الانفنت اكتر. فهمنا ليه؟ لان السيرفس اريا بتاعه كبير بنسبه الى وزنه، نسبه وتناسب.
فلازم يزود هي برودكشن عشان كده في فين على ظهره كانه بطانيه مغطياه على الباك اوف ذا نيك والانترسكابولار ريجون. نوع ريسبتور بيتا 3 بيعمل انكابلنج اوكسيديتيف فوسفو ريليشن. شيء رائع شيء رائع يا ولاد. سبيشال ميتوكوندريا اهو عنده سبيشال ميتوكوندريا بتعمل انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن مور هيت وليس اي تي بي. طب تاني حاجه مين اكتر هرمون يا ولاد كان بيطلع حراره؟ فاكر ولعها ولع شعلها شعل الناف الاندوكراين تي 3 وتي 4 ثيروكسين. بس ده برضو افكتيف ان برونجد اكسبوجر تو كولد. يبقى الشيفرنج ده لما اكون في مكان سخن وطلعت الشارع برد ده اكيوت اكسبوجر. انما الكيميكال ثيرموجينيسيس ده لما اكون ههاجر في سكندنافيان كونتريز في كندا فعاوز حاجه تشتغل برونجد اكسبوجر. ده الثيروكس. البري اوبتيك اريا في الانتيرو هايبوثالاموس استيميليتس ريليس اوف فاكر البري اوبتيك كان بتطلع ثيروتروبين ريليسينج هرمون يزود التي اس اتش يزود التي 3 والتي 4 الميكانيزم انها مع الاندوكراين. طب نمره 3 بيهيفيرال افكتس. بيهيفيرال افكتس في البرد بالعكس مش انوركسيا ناكل انكريست فود انتيك عشان نزود السبيسيفيك دايناميك اكشن وناخد وورم درينكس نشرب حاجات سخنه. هناك اباثي هنا نزود الفولنتري اكتيفيتيز. ساعات حتى الواحد وهو بردان يقعد يخبط رجليه في الارض صح وهاند رابينج يحك ايديه ببعض اند كلاب يسقف. يبقى عكس هناك البيفر افكت بالظبط. كان هناك ايه في الحر اباثي هنا انكريزد فولنتري موفمنتس. هناك كان انوركسيا ما ناكلش هنا انكريست فود انتيك اند وورم درينكس. يبقى ده سؤال ال اكسبوجر تو هوت اللي هو تاني سؤال مهم عندنا دلوقتي في دره هذه المحاضره. يبقى الاول ديكريز الهيت جيم بثلاث طرق اديني وريتهم لك اهم. ديكريز الهيت جيم بان هو فازو دايليتيشن. ايه ده انا اسف احنا بنتكلم على ثواني احنا جبنا ايه نتكلم على الكود الكود راحت فين الورقه نجيبها حالا يا ولاد حالا الكود نجيبه حالا راحت فين الورقه نجيبها متقلقش سوري معلش انا بشتغل كل حاجه زي ما انت فاهم. او في الكولد ويذر كنا اربع حاجات بنقلل بيها الهيت لاس وثلاث حاجات بنزود بيها الهيت جين. بنقلل هيت لوس بالفازو كونستكشن ثم فازو كونستكشن ثم فازو كونستكشن اقرا معايا ثم البايلو اريكشن نمرة 2 ثم الكاونتر كارنت هيت اكشينجر نمرة 3 ثم البيهيفيرال افكتس اللي هي كيرلينج اوف ذا بادي وبوتينج اون هيفي كلوز. وبعدين بنزود هيت جين بثلاث طرق. لو اكيوت اكسبوجر يبقى عاوزين حاجه نيرفس هايبوثالاميك ستيميليشن اوف شيفرنج. لو prolonged exposure يبقى قلنا بنبقى هنا عندنا حاجه chemical non shivering thermogenesis اللي هو البراون فات sympathetic stimulation of heat production والثيروكسين. ونمره 3 البيهيفيرال افكتس عكس الاباثي وال انوركسيا. يبقى تتحرك تزود الفولنتري اكتيفيتي فود ستامبنج تخبط برجليك هاند رابينج تحك ايديك في بعض هاند كلابينج تسقف. وعكس الـ ده عكس الاباثي تزود الفنتر وعكس الانوركسيا تزود الفود انتيك وتاخد وورم درينكس. طيب سيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس تبقى عن 37.5 لو زادت عن كده above this point ده نوت ملهاش اي قيمه مش مهم تكتبها بيبقى الهيت لوس اكتر من الهيت جين. نيجي بقى للتطبيقات ونقفل بكده هذه المحاضره. التطبيقات اقل اهميه من السؤالين اللي قلناهم اللي هو الخلل في حراره الجسم. الفيفر الاول الفيفر اللي هو الحمى عارفين اللي ارتفاع درجه الحراره معناها increased body temperature بسبب ايه؟ ان حصل resetting of hypothalamus thermostat ان الثيرموستات منظم الحراره في الهايبوثالاموس زاد الريسيتنج بتاعه بقى بدل ما هو مظبوط عن 37.1 او 37 بقى مظبوط على درجه اعلى
فالجسم ابتدى يزود الهيت جين اكتر ويقلل هيت لوس فحرق عليه. يبقى سبب الفيفر زياده في الريسيتنج، زياده في الريسيتنج اوف هايبوثالاميكس المشتد. طب ايه الكوزس اوف فيفر بقى؟ اول حاجه فيبرايل كونديشنز، حاجات تخلي الحراره تزيد. لو ما سمعتهاش بطريقه العبد الله عمرك ما تحفظها، فانا بقولها بطريقه لا تنسى. العدو اللي هو البكتيريا اطلقت بايروجينز، يعني مواد مولده للحراره. بايرو يعني حراري، مش عندنا في البيت اطباق بايركس، بايركس يعني حراريه، ده مش نوع الطبق. فبايروجين يعني مواد مولده للحراره اللي هي اندوتوكس. يبقى العدو اللي هو البكتيريا اطلق بايروجينز، مواد مولده للحراره اللي هي اندوتوكس. جات ازاي دي؟ منين البايروجينز دي جات؟ جات من البريك داون، من تكسير البروتينات واللايبوبوليساكارايدز في السيل ممبر بتاع البكتيريا. يعني تكسير البروتين واللايبوبوليساكارايدز في السيل ممبر بتاع البكتيريا اطلق بايروجينز، مواد مولده للحراره اللي هي نسميها اندوتوكس. ده العدو البكتيريا. طب الصديق بقى اللي هو مين؟ اليوكوسايتس. اليوكوسايتس التهمت البايروجينز دي وطلعت حاجه ضدها اللي هو انترلوكين 1 و6، انترلوكين 1 و6. فتفاعل الجسم مع الانترلوكين 1 وطلع بروستاجلاندين اي 2. هو بقى البروستاجلاندين اي 2 ده اللي بيرفع السيت بوينت بتاع الهايبوثالاموس، بيرفع السيت بوينت اوف هايبوثالاموس فتزيد التمبرشر. يبقى بقولها بطريقه لطيفه بدل ما تقراها، يعني قول العدو الصديق كيف ماذا فعل الجسم. العدو اطلق ايه يا اولاد؟ اللي هو البكتيريا من السيل ممبرين، من البروتينات بتاعه السيل ممبرين اللي اتكسرت، واللايبوبوليساكارايدز اطلق بايروجينز، مواد مولده للحراره، اندوتوكس. ده العدو. يبقى البكتيريا اطلق بايروجينز او اندوتوكس اللي هي من تكسير البروتين واللايبوبوليساكارايدز على السيل ممبرين بتاع البكتيريا. طب الصديق اللي هو مين؟ اللوكوسايتس، كرات الدم البيضاء دي الصديق. التهمت البايروجينز دي وعملت ضدها انترلوكين، حتى انترلوكين من اللوكوسايتس، وسموه انترلوكين عشان ده الانترنت بتاع اللوكوسايتس. وجاب منين كلمه انترلوكين؟ اطلقت انترلوكين 1 و6. طب الجسم تفاعل ازاي بقى لما لقى في انترلوكين 1؟ طلع البروستاجلاندين اي 2 اللي هي بترفع السيت بوينت بتاعه الثيرموستات بتاع الهايبوثالاموس. دي الطريقه الوحيده اللي تفتكرها. طب دلوقتي هنفهم حاجه جميله خالص، ليه الاسبرين بيخفض درجه الحراره؟ ليه الاسبرين انتي بايريتيك يا اولاد؟ الاسبرين ده ليه انتي بايريتيك؟ اهو ضد الحراره، لانه بيبلوك البروستاجلاندين ثانسيس، بيمنع تكوين البروستاجلاندينز. طيب لما الواحد بيجي له حراره بيمر بمرحلتين، الاول تشيلز يعني يترعش في الفيرست اور. تصور يبقى الواحد درجه حرارته 39 وبيترعش. تعال افهمها لك ليه. بروستاجلاندين اي 2 رفعت السيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس، بدل ما هي على 37 بقت على 40. خلاص السيت بوينت مكتوب عند الهايبوثالاموس 40. انا اوريدي سخن حرارتي 39، بس اللي مكتوب عند الهايبوثالاموس 40، يبقى هتعتبرني اقل من اللي مكتوب عندها. اللي مكتوب عندها 40 بروستاجلاندين اي 2 رفعت السيت بوينت ل 40، انا سخن 39 بس اقل من المكتوب. اسرع طريقه تجنريت هيت عشان توصلها للسيت بوينت هو شيلز ارتعش وانا سخن. ادي التفسير، ان السيت بوينت بتاع الهايبوثالاموس بقى اعلى من الحراره الحقيقيه للجسم اللي هي اوريدي سخن، فيحصل له الرعشه دي. يبقى الشيلز ان في الفيرست فيو اورز ات ذا بادي تمبرتشر 39 اقل من السيت بوينت اللي قلناها مثال 40. So the patient feels cold، يبقى حرارته نسبيا اقل من المطلوب، فشيفرز عشان يزود البادي تمبرتشر في السيت بوينت. بعد كده يحصل كرايسيس بقى اللي هي الفلاش، فلاش يعني نغسل، ريموفال اوف ذا كوز، خلاص خفينا. يحصل جراديوال دروب في السيت بوينت، السيت بوينت بتبتدي تنزل بقى من 40. طب ده يبقى الوضع كده بالعكس، يبقى السيت بوينت نزلت تحت حرارتي اللي انا كده، يبقى احس ان انا سخن. السيت بوينت بقت 37 وانا 39، فحس ان انا سخن، فاعمل ايه بقى؟
اعمل فازو دايليتيشن اللي هي احسن حاجه في السخونه وسويتنج، فاكر وشك يبقى احمر وتعرق، تو ديكريت ذا تمبرتشر. حتى تملي بقولها جمله عشان ما تنساش في الكرايسيس، ان لما ترجع السيت بوينت للنورمال فانا ابقى اسخن. فالحل بقى عشان ارجع لطبيعتي اعمل ايه؟ اتخلص بقى من الكلام ده، اعمل فازو دايليتيشن وسويتنج. فالناس حتى ما يكون واحد عنده حمى او محموم باللغه البلدي وبعدين فجاه يعرق كده، عارف يقولوا له ايه؟ الناس فاهمه عرق العوافي، يعني انت عرقت فعوفيت، يبقى خلاص ادام عرقت يبقى بطلت تشيفر، فانت معناها انك هتخف. الناس مش فاهمه ليه، بس انت فهمت الميكانيزم. الاكسبلانيشن ان بيحصل ريليس لاندوجينس كرايوجينز، كرايوجينز عكس بايروجينز، مواد مبرده مش مواد مولده للحراره، مبرده. مين اهم ماده بقى بتطلع من الهايبوثالاموس وتختزن في السيروبيوتري المبرده؟ الفازوبريسين انتي دايريتيك هرمون، اللي هو فهمنا ادي سبب تاني ليه ربنا خلاه يتعمل في الهايبوثالاموس ويختزن في السيروبيوتري، لانه في الاصل كيميكال ترانسميتر، نيورو ترانسميتر اهو، يعمل ريسيتنج للتمبرتشر باك تو نورمال. يبقى مين اللي بيخليك لما تخف يرجع الثيرموستات سيت بوينت للنورمال؟ مواد اسمها بقى مش بايروجين، اسمها كرايوجين، يعني مولده للبروده، اندوجينس بايروجين، اللي هو الفازوبريسين او الانتي دايريتيك هرمون. لما تترفع درجه السيت بوينت ترتعش، يحصل لك تشيلز. لما الانتي دايريتيك هرمون الفازوبريسين يرجعها للنورمال، يبقى تتخلص من حراره زياده، دي يحصل الكرايسيس او الفلاش، تغسل الحراره دي بانك تعرق وتعمل فازو دايليتيشن. ده الفيفر. يا اولاد بيجي سؤال، ده اخر سؤال مهم في النظري في الميتابوليزم. بعد كده، هل في فيفرز تانية لاسباب غير الفيبرايل كونديشنز؟ اه، في فيفر سببها برين ليجنز. لو واحد حصل له برين تيومر او سيرجي في البرين بيسخن، لان يعني بيتلخبط الثيرموستات بتاع الهايبوثالاموس، وده هنا بيبقى برولونجد هاي تمبرتشر. الفيزيكال تروما، لو الواحد في فيزيكال تروما وستريس الواحد ممكن يسخن، يبقى دي اسباب السخونه، بس اهمهم طبعا الفيبرايل كونديشنز. سيبك من حكايه البرين ليجنز او الفيزيكال تروما والستريس. طيب نيجي الهيت ستروك. الهيت ستروك انا لقيت معظم الزملاء يعني مش مستوعبين القصه كويس، الاصغر سنا خلينا نقول عشان ما يزعلوش. اكشلي احنا العنوان المظبوط هيت اكزوشن، يعني اجهاد بسبب الحراره. الهيت اكزوشن ده يا اولاد بياخد ثلاث صور، اخف صوره اسمها هيت كرامبس، الستيج الاعلى منه شويه هيت اكزوشن، يعني تعبت من الحراره بسبب، هنشوف دلوقتي الهيت اكزوشن ده بسبب العرق، ممكن يقع من كتر ما يعرق يكولابس، يحصل له زي سيركولاتوري شوك. في ألعن صوريها بقى اللي هي الهيت ستروك او يسموها سان ستروك. يعني دلوقتي احنا الموضوع الاساسي عندنا اسمه هيت اكزوشن، في الدرجه الخفيفه جدا هيت كرامب، المتوسطه الهيت اكزوشن، العنيفه اللي هي الهيت ستروك. هيت ستروك افتكرها او زي سان ستروك، عارف لما كنا في تلاقي واحد كده ماسك يعني مؤخره بمسدس ويروح ضارب واحد على راسه ويغمى عليه، انا بحسها كده الهيت ستروك، لما الشمس او الصن ستروك، ضربه الشمس او ضربه الحراره تروح خبطه في راسك، تروح شله الفازو، شله السويتنج سنتر، فتلاقي الشخص مصيبه ما بيعرقش وهو المفروض يعرق، حرارته تعلى جدا. ده الهيت ستروك، وحاله مميته، ليثال كونديشن في الدرجه الثالثه الهيت ستروك ده. يبقى تعال نشوف الهيت ستروك ده. برونجد اوفر اكزيرشن، يعني واحد عمل مجهود رهيب في جو هوت هيوميد، قلنا هوت يبقى لازم يعرق، وهيوميد يبقى العرق ملوش قيمه لان قلنا مشبع الجو ببخار الميه. ده مش كده وبس، وحصل فيه باراليسيس او فيلير وسويتنج بسبب الديبريشن اوف هايبوثالاموس، لان السويتنج سنتر قلنا موجود فين؟ موجود في الهايبوثالاموس. فين فاكرين؟ الاكتساب من الخلف والفقدان من الامام، كان في الانتيرو هايبوثالاموس. يبقى فيلر وسويتنج، فالحراره تعلى.
يبقى هو في هوت هيومن اتموسفير ومعرقش لانه خد ضربه حتى افتكرها هيت ستوك خد خط على الهايبوثالامس بس خط حراريه شلت السويتنج سنتر بسبب ديبريشن في الهايبوثالامس. طيب نيجي اخر جزء بقى صغير حتى مش لوحه كامله لوحه ناقصه اهي السيمتومز اوف هيت ستروك. هما الحقيقه يعني كونفيوز شويه في مرحله الهيت اكزوشن هي اللي بيحصل فيها عرق انما في الستروك مفيش عرق. ففي مرحله الهيت اكزوشن اللي هي المرحله الثانيه بيحصل كولابس وفينتينج من سيركات الشوك ديو تو اكسسيف سويتنج. دي في المرحله الثانيه من الهيت اكزوشن. اخف مرحله الهيت كرامبس نمره واحد ثم الهيت اكزوشن دي اللي بيحصل فيها سويتنج ويحصل فيها كولابس وفينتينج. وطبعا اللي عنده سيركات الشوك هيبقى ايه بقى رايك في الضغط بتاعه؟ هيبقى لو جابها لك يبقى عنده لو ارتيريال بلاد بريشر ورابيد بالس ورابيد ريسبريشن كانه في شوك. في ابنورمال ديستريس بيبقى عنده فوميتنج بيجي له ثروبنج هيديك يعني هيديك كانه نقح في دماغه ثروبنج هيديك وبعدين ديليريوم اند ان سيفير كيسز بيحصل برين دامج. المانجمنت بنعمل ايه؟ طبعا لازم يبقى الهيت ستروك اللي هو اخطر مرحله لازم في هذه الحاله الشخص يروح هوسبيتال. وفي الهوسبيتال دي بيعملوا ايه بقى؟ كم مدات ميه ساقعه اللي هي سبونج اور سبراي كولينج اوف ذا سكين وبعدين يحطوا العيان في كولد ووتر باث يحطوه كده في 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 بانيو في ميه ساقعه. ودي قلنا ممكن الهيت ستروك اللي هي المرحله الثالثه من الهيت اكزوشن دي ممكن تبقى مميته لانها بتعمل في الاخر برين دامج زي ما نشوف. تحتاج على الاقل يومين للعلاج في هوسبيتال مش في البيت الستروك. وساعات العيان ما بيحصلوش ريكفر كومبليتلي غير بعد مانث بعد شهور من الهيت ستروك. برولونجد هايبر بايركسيا اللي هي الهيت ستروك المرحله الثالثه الخطيره ميليت تو لوكال هيموريدج عشان تعرف ازاي انها خطيره. Irreversible degeneration of cells irreversible يعني السيلز بوز بوظان خلاص يحصل لها بروتين ديناتوريشن لما تسخن او البروتينات جوه الخلايا بوظ يبقى irreversible degeneration خصوصا في خلايا المخ neuronal cells خلايا العصبيه وبعدين damage to other vital organs اللي هم liver and kidney and death. فالهيت ستروك دي حاله مميته. تاني للزملاء الاصغر سنا الموضوع كان يجب تكتبوه بس انا بكتبه زي الطريقه اللي بتدرس بيها في الجامعات المصريه الموضوع هيت اكزوشن وكان مفروض ينقسم الى مراحل ثلاث اخف مرحله هيت كرامبس يليها هيت اكزوشن اللي هو فيه سويتنج وفيه فينتنج وسيركولاتوري شوك ثم اخطر مرحله الهيت ستروك اللي هي الضربه على الهايبوثالامس اللي عملت ديبريشن ضربه حراريه سان ستروك وهيت ستروك شلت الهيبوثالامس شلت السويتنج سنتر مفيش سويتنج برغم ان الجو هوت هيومن فيحصل irreversible degeneration في النيورونز وممكن يحصل دامج في الفيتال اورجنز هما الليفر والكيدني وديث ولوكال هيمورج قلنا وقلنا الحاله دي بتحتاج يومين على الاقل في المستشفى وقد تصل الى شهور. نيجي بقى الاكسبوجر تو اكستريم كولد. في عندنا حاجه اسمها فورست بايت مشهوره في البلاد البارد مش عندنا ان لما درجه الحراره بتنزل تحت الصفر بيحصل فريزنج اوف سيرتن سيرفس اريا. انت عارف انت في البلاد البرد لما درجه الحراره ساعات بتبقى في كندا هناك عصرتها انا 30 تحت صفر انت لو واحد يعني ودنك بتبقى فريز الاير لوبيولز النوز الفينجرز مش كده مغطين ده كله بنغطي وشنا ونغطي جوانتيات وكل واحد تنالك ودنك جامده ممكن تتكسر الودن انها بتبقى فريز. ففريزنج اوف سيرتن يسموها فورست بايت عضه البرد. وورمنج شود بي دان فيري سلولي. طب ايه الكومبليكيشنز؟ لما درجه الحراره تنزل تحت الصفر بيحصل كريستالز جوه التيشو تعمل لها دامج بيحصل اكسسيف كريستالز بلورات من التلج جوه التيشو تيشو دامج اند سيركيتري فيلير. وبعدين ممكن طبعا الكولد بيعمل سيفير فازو كونستريكشن يبقى مفيش دم رايح للحته دي بيحصل جانجرين فولو ايس ثوينج وانت بتحاول تسخن البتاع ده الفيسلز مفيش دم جاي
بيحصل جانجرين اضطر نريموف الجانجرس اريا، كنت حكيت لكم عليها واحنا بنحكي في السي ان اس على الاولاد اللي هم اضطروا يقطعوا لهم اصابعهم وهم كانوا بيحاولوا ينتقلوا من مجر للنمسا في الشتاء وشايلين شالهم بايديهم، حصل لهم فورس بايت. طب ارتفيشال هايبوثيرميا دي بطلوها دلوقتي، بيستخدموها في الهارت والبرين سيرجي، زمان مفيش الكلام ده. دلوقتي كان يقول لك ايه، كان زمان مفيش، ما قدروش يعملوا سيركوليشن بديله اللي هو الارتفيشال هارت، فكان عاوزين يشتغل على الهارت. طب لازم نوقف الهارت شوي، طب احنا وقفنا الهارت البرين هيموت، او لو وقفنا الهارت في عمليه على الهارت الهارت نفسه هيموت. فالحل عشان يقدر يشتغل البرين والهارت فتره اطول، يخفضوا درجه الحراره 24 ل اهي من 21 ل 24 درجه مئويه، يسموها ارتفيشال يعني صناعي هايبوثيرميا، خفض صناعي للحراره في عمليات الهارت والبرين سيرج، عشان يطولوا السيرفايفل تايم بتاع التيشوز ل 30 دقيقه، في اثنائها يقدروا يجروا عمليه على البرين او التيشو. كنا بنعملها ازاي؟ انا هقولها لك. هي مش بندي العيال، هما بيقول لك بندي سترونج سيداتيف، ده مش مظبوط يا اولاد، احنا كنا بندي كوراري عشان نشل العضلات الاراديه، نبنج العيان وبعدين ندي له كوراري، يبقى لان احنا لو حاولنا نبرده العيان هيرتعش شبر، ده يمنعنا من ان حرارته تنخفض. فاحنا الاول نبنج العيان نمره واحد، ندي له كوراري عشان نبلوك الشبر نمره اثنين، وبعدين نشيل العيان كده وهو متبنج هيله بيله في اوضه العمليات من على ترابيزه العمليات، نروح حاطينه في بانيو جنب الترابيزه فيه ثلج مجروش لحد ما درجه حرارته تنخفض الى 21 ل 24، نروح شايلينه ويبتدي الجراح يشتغل السرفايفل تايم، ده بيزود قلنا السرفايفل تايم اب تو 30 مينتس اب تو. الحقيقه عمرنا ما كنا مسموح لينا نقعد اكتر من 10 دقائق ولا البرين هيعمل دامج، وبيبقى واحد واقف كده بمقاط يعد 10 9 لازم نرجع القلب يشتغل تاني قبل انقضاء 10 دقائق. وعشان طبعا ما نهدرش ال 10 دقائق في فتح صدر العيان او في فتح راسه، فكنا الاول نفتح نبنجه وهنشتغل على قلبه يبقى نفتح صدره، هنشتغل على دماغه نفتح دماغه، وبعدين نديله الكوراري عشان ما يرتعش، نحطه في التلج حرارته تنخفض لانه ما بيرتعش، احنا موقفين الشيفرنج بالكوراري لحد ما تنزل 21 24، يبقى عندنا 10 دقائق نشتغل فيها من غير سيركوليشن، لكن بسبب التبريد الانسجه مش هتموت لان الميتابوليزم بتاعها اقل جدا، يبقى اتسلوز الميتابوليزم فنقدر نشتغل ل 10 دقائق، هم بيقولوها 30 دقيقه. الناس طبعا ما فيش كلام ارتفيشال هايبوثيرميا دي لا وجود لها في العالم دلوقتي، 1 اور حتى كبلها ويزاوت بلاد فلو، ما يعني كلام مش مظبوط، ذير از نو مور ارتفيشال هايبوثيرميا في العالم دلوقتي يا اولاد. الهايبوثيرميا بتحصل دلوقتي في الدنيا في الافالانش، الناس اللي بتطلع اللي فوق الجبال وبيحصل انهيارات جليديه فبيتربوا تحت التلج، فطبعا بيحصل لهم هايبوثيرميا ولازم ننقذهم بسرعه. طبعا عشان ننقذهم بسرعه الناس دي على فكره بيبقى معاها تشيبس كده زي اللي موجوده في الموبايل بتاعتهم كل الناس اللي بتتسلق، بحيث ان احنا نقدر زي بالجي بي اس نعرف مكانهم بالظبط ونحفر بسرعه التلج ونطلعهم. ده الهايبوثيرميا، لما ما فيش النهارده في الدنيا ارتفيشال هايبوثيرميا في اجراء جراحات، ده كلام ما يصحش يقولوه، لكن زي بقول في ناس عايشه في دنيا تاني وفي جو تاني وبتشرح حاجات تانيه خالص، فيقعد يسال الطالب في الارتفيشال هايبوثيرميا اللي هي ما لهاش وجود في الدنيا، لو قلتها تفضحنا بره. قال في البرين والهارت سيرجي ونقف مش عارف نص ساعه لساعه، ما فيش كلام زي كده، وما يكتبوش خالص ان بندي كوراري. يعني الزملاء الاصغر سنا اتمنى تتوقفوا عن هذا الكلام، طبعا الناس الكبار انا فاهم فاهمين ومتابعين كل الحاجات الحديثه الكويسه، انا متاكد من ذلك. كده يا اولاد تم بحمد الله الميتابوليزم ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. هنستأنف بقيه البرانشز عندنا حاجات بسيطه فيها. سعدت بلقائكم و يعني أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم، ولا تنسوا بليز مساندة الأطفال من مرضى السرطان. instead إنك تقول إن أنا استفدت المحاضرة دي وتقول لي لايك، بليز اعمل مكالمة، هي لن تكلفك كثيرا، لكن زي ما بقول مكالمة مع مكالمة مع مكالمة، البحر والمحيط عداده من قطرات، يمكن تبقى مفيدة للناس دي.
أشكركم وألقاكم على خير قريبا جدا بإذن الله. شكرا.